ايضا ايفونا مالك وحضور للاعبين اثنين متبقيين اليوم السعيدي محمد وايضا فابريس انجيسي انضم. اذا هذه كل المعطيات هي الاولى لمباراه اليوم في انتظار يعني ضربه البدايه اللي كنتمناو انها تكون متالقه وجيده بين الطرفين معا في منافسه اكيد انها ليست بسهله، منافسه اكيد انها مثيره، منافسه اكيد انها ستطمح لتحقيق الغرض هو امتاع الجمهور الكريم وايضا اعطاء متعه معاينه مباراه من العيار الثقيل. واكيد انا كنتحدثوا على الجولات ما قبل الاخيره في الدوري الوطني المغربي يعني الدورات الاربعه والخمسه الاخيره فتحدوها او الاكيد انها كتوفر على مجموعه من المحاولات وايضا البحث عن اللحظات الخاصه بتصحيح النقاط اللي كان ضيعها كل نادي على حده، وبالتالي فاللحظات الاخيره من الدوري الوطني المغربي فممكن نقول بانه لحظات هامه مثيره، وبالتالي الجميع يريد ضمان البقاء بالقسم الوطني الاول كخطوه لبعض الفرق التي تتواجد في مراكز ممكن نقول بانها يعني مراكز صعبه، وايضا فرق تريد ان تلعب على الدوري الوطني المغربي. في المباراه ديال اليوم الواضح على انه الوداد الرياضي يعني فقد الصراع صدارة ترتيب الدوري الوطني المغربي، ومن الجانب الاخر شباب الريف الحسيم يمكن نقول يعني شبه رسمي انه ضمن البقاء ديالو بالقسم الوطني الاول بفارق نقطه تقريبا في هذه المقابله او نقطتين، يعني لو انه يحقق نقطه في المقابله ديال اليوم فيمكن نقولوا بانه تقريبا رسميا حقق البقاء ديالو بالقسم الوطني الاول، وبالتالي من المرتقب اننا نشاهدوا مجموعه من اللاعبين يعني لاعبين شبان غادي يتم اقحامهم في التشكيله ديال فريق شباب الريف الحسيمي. لماذا اقول شبان؟ باش تعطى لهم التجربه وتعطى لهم القوه والحضور في منافسات ديال القسم الوطني الاول، وبالتالي هذه الامور هذه ممكن اننا نشاهدوها في قادم المنافسات. عموما المشاهدين الكرام لحظات غادي تعطى ضربه البدايه وذاك ما فعل حكم مقابله اليوم. ينطلق الصراع بين فريق الوداد الرياضي وفريق شباب الريف الحسيمي هنا بمدينه الدار البيضاء. اكيد انها مقابله ليست بأس سهلة، مقابلة مهمة ومهمة للناديين معا بحثا على نتيجة اللي هي نتيجة الانتصار، وبالتالي ثلاثة نقاط لمن ستكون ولمن ستؤول في منافسة أكيد أنها قوية، أكيد أنها ليست بسهلة من جانب الوداد الرياضي ولا من جانب فريق شباب ريف الحسيمي. إذن الكرة الآن في خط الوسط، سعيد الفتاح في محاولة للانطلاق رغبة من أجل المرور وأيضا القيام بالتمريرات داخل منطقة العمليات وانتظار اللحظة المهمة، لحظة تسجيل الهدف الأول، وترى من يا ترى سيتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المنافسة. كرة ملعوبة جهة اليمنى خالقي، محاولة المرور آخر مطاف في الكرتي، الكرتي فابريس انجيسي انضم، كرة من الجهة اليمنى ملعوبة أمامية والحارس رملي في المكان المناسب يونس رملي. نذكر بانه على مستوى دكات الاحتياط فريق شباب الريف الحسيمي كاين حارس اخر اسمه طارق وطاح موجود في دكات احتياط فريق شباب الريف الحسيمي، وبالتالي كاينين جوج حراس جيدين، والإشارة طارق وطاح كان سبق ونودي عليه رفقه المنتخب الوطني المغربي حينما كان رشيد الطوسي يدرب المنتخب الوطني المغربي. كره ملعوبه الخارقي فابريس انجيسي انضم، فابريس انجيسي انضم للكرتي، الكرتي لسعيد فتاح، سعيد فتاح رجع الكره للخلف ودائما من طوشي، محاولة للبناء الهجومي من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي وهذا المرة من الجهة اليسرى، محاولة للبحث عن الهدف الأول. صراحة يحس في النفس نشاهد مباريات في الدوري الوطني المغربي فيها الجمهور، لماذا أتحدث عن الجمهور؟ لأن الجمهور يعني هو التابل وهو المحرك الاساسي لاي مقابله، واكيد انه المقابله ديال اليوم كنشاهدوها بغياب جماهيري لموقف جماهيري ودادي اكيد انه معروف، ولكن بالنسبه لنا يعني نشاهدوا مقابله ما فيها جمهور فصراحه كتكون صعبه، صعبه على معلق اللقاء، صعبه على اللاعبين، اللاعبين اللي كيكونوا مدخرين في المقابله ان صح التعبير او مستقبلين للمواجهه. اكيد انه المستفيد الاكبر يبقى الخصم الذي يلعب بكل راحة في غياب تأثير جماهيري وفي غياب يعني العامل النفسي الذي يمكن أن يربك اللاعبين للقيام بالأخطاء. فترة كما يعرف الجميع فترة جلسة النبض ال 15 دقيقة الأولى فيها اختبار قدرات الدفاع واختبار الأرضية الملعب واختبار الخصم وأيضا كيفية التعامل مع الجمهور ومع صراخ الجمهور وهتاف الجمهور الذي يجعل المباراة تتحول وأيضا النتيجة تتغير بالهتاف وبالتشجيع
الغير منقطع. وبالتالي مقابلة اليوم أقول صعبة لأنها تفتقد لهذه اللمسة أو لهذا العامل الأساسي. البعض يعتبر جمهور رقم 12، نعتبره رقم واحد لأنه مهم ومهم جدا في عالم كرة القدم. طبعا هذا قوس فقط وملاحظة ممكن يلاحظها أي متتبع لكرة القدم الوطنية وفي مباراة اليوم موجودة. طبعا مباراة تلعب أمام جماهير يعني يمكن نقول قليلة وقليلة جدا. كرة ملعوبة في خط الوسط الآن، نرجعوا للإيقاع ولمقابلة اليوم ونتابعوا تكتيك اللعب بين الناديين. معا نذكر بين شباب الريف الحسيمي يلعب من يمين إلى يسار السادة المشاهدين، وفريق الوداد الرياضي يلعب من يسار إلى يمين السادة المشاهدين. وبالتالي مقابلة أكيد أنها ستكون قوية بين طرفين. البحث عن الخطط وعن التكتيك وعن طرق المرور والمراوغة وتسجيل الأهداف. وقلت بأنه عصبة الشمال طبعا في التحكيم مقابلة اليوم أنيطت المهمة لمحمد سليمان. محمد سليمان من الحكام اللي قادوا تقريبا أربعة ديال المباريات بالقسم الوطني الأول، وحينما نتحدث عن أربع مباريات بالقسم الوطني الأول فالأكيد أنه من الحكام القادمين يعني في عالم التحكيم. طبعا في القسم الوطني الثاني هذا الموسم قاد 10 مباريات، والقسم الوطني الأول أربع مباريات. مباراة اليوم هي المباراة رقم 5، وبالتالي يبحث لتحقيق نتيجة إيجابية أو لإخراج هذه المقابلة بمصطلح صحيح لبرا الأمام. كرة ملعوبة، فابريس إنجيسو انضم للجهة اليسرى، محاولة تمرير داخل منطقة العمليات، كرة ملعوبة بشكل ممتاز لكن الكعب رشعات للخلف، ما كانتش مركزة، ما كانتش مؤطرة، ما كانتش بالشكل المناسب. كرة ملعوبة في الخط الأمامي لصالح عناصر فريق الوداد الرياضي. التحضير من الجهة اليمنى مشات عند الخالقي، رشعات من جديد خط الوسط. الخالقي مكمل الكرة ديالو. الدوري الوطني المغربي للمحترفين والندية المستمرة المتواصلة في هذه المنافسة، المنافسة القوية. ونذكر المغرب أتلتيكو تطوان على رأس ترتيب الدوري الوطني المغربي، 47 نقطة من أصل 24 مقابلة، 13 انتصار، 8 ديال التعادلات و3 ديال الهزائم. الفريق الذي سجل 29 هدف في الدوري الوطني المغربي أكيد أنه ليس أول فريق من الناحية التهديفية، لأن هنالك فرق أخرى تمكنت من تجاوز 29 هدف كما هو الحال للرجاء ب 32 هدف في الدوري الوطني المغربي. هذه الكرة ملعوبة من الجهة اليسرى، محاولة من جانب عماد ونغار، يبحث عن المرور، يبحث عن المرور والمرور والتصويب. كرة ملعوبة، هذه لقطة الهدف الأول، هذه لقطة الهدف الأول في الست دقائق الأولى. كرة ملعوبة بشكل ممتاز رائع من جانب عماد ومغار، والتصدي ممتاز من جانب الحارس عقيل، طريقة ممتازة وممتازة جدا في التصدي وإبعاد الكرة الماضية. كانت لقطة الهدف لا محالة. وعلى الصورة يظهر عماد ومغار، أخ نبيل ومغار أيضا الذي يلعب في المنافسة. كرة ملعوبة في الخط الأمامي، تحضير، إمكانية التصويب، لا كترجع من جديد اتجاه عبد الصمد المباركي. قبل صعودي لمنصة التعليق كانت الأنظار على أجنبيين حاضران في مدرجات مركب الريالي محمد الخامس. أكيد الفضول قادنا للتساؤل عن سبب تواجد هذان الأجنبيان. تم تأكيد على أنهم يرصدون بعض اللاعبين في مقابلة اليوم، وبالتالي كنقول بأنه مجموعة من اللاعبين في الدوري الوطني المغربي يبحثون للظهور بشكل جيد قصد الاحتراف في منافسات اكيد اقوى وافضل. كره كترجع من جديد في خط الوسط، امكانيه المرور من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي. رجعت الكره من جديد فاخوري، فاخوري كوروما فاتوكوما احد اقدم العناصر في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي، استقطبوه صغيرا تدرج وتسلسل رفقه مجموعه من الفئات حتى اصبح في الفريق الاول ولا زال يلازم هذا النادي. ارتاح كثيرا في المغرب ورفقه شباب الريف الحسيمي. كره ملعوبه، فرصه 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 اماميه، امكانيه التصويب ولكن في اخر مطاف تحضر الزاويه. كرة ملعوبة بشكل ممتاز داخل منطقة العمليات من جانب فريق شباب الريف الحسيمي، والتصويبة من عبد الرحيم مقران.
عبد الرحيم مقران احد اللاعبين الشبان الذين تم اقحامهم. شوف هذا ما كنت اتحدث عنه قبل بدايه المقابله، قلت شباب الريف الحسيمي سيعتمد على مجموعه من اللاعبين الصغار او اللاعبين الشبان الذين سيتم ادماجهم بين الفين والاخرى بالفرق. وشوف هذه لقطه احسن محاوله في المقابله وجات في الدقيقه الاولى وفي الدقائق الاولى. شوف طريقه التصويب والتالق ممتاز من محمد عقيد اللي انقدم من هدف محقق، هدف كان بامكانه ان يفتح التسجيل لعناصر فريق شباب الريف الحسيمي. كره ملعوبه اماميه صوب التماس، تماس فابريس نجيسون دابا، ايوب الخالقي رجعت الكرتي، فريق شباب الريف الحسيمي مركز هو المركز العاشر بترتيب الدوري الوطني المغربي، 25 مقابلة. نتابع هذه المحاولة من الجهة اليمنى، طبعا باكاري كوني من الجهة اليمنى، باكاري كوني عنده الكرة الآن، تمريرة ممتازة داخل منطقة العملية، فرصة ممتازة، كرة ملعوبة للوداد، تصويب والحارس في المكان المناسب. هذه محاولة أيضا هي الأولى في اللقاء من جانب فريق الوداد الرياضي، ردة الفعل القوية من جانب الوداد. باكاري كوني تحضير ثم تمرير داخل منطقة العمليات، إنزال الكرة ثم التصويبة بشكل ممتاز من مالك إيفونا. شوف إنزال بشكل ممتاز ثم التصويبة والحارس في المكان المناسب. وتتحدث عن شباب الريف الحسيمي وتموقعه في ترتيب الدوري الوطني المغربي، لعبات هذه الكره بالراس في اتجاه عبد الصمد المبارك. شباب الريف الحسيمي 25 مقابله، 9 انتصارات، 5 تعادلات و11 هزيمه مع مجموع 31 نقطه، اكيد انه من الانديه التي تبحث للبقاء. كره اماميه عبد الرحيم مقران، مرور ممتاز ولكن في اخر مطاف الحارس في المكان المناسب، الحارس في المكان المناسب. إذن شباب الريف الحسيمي 31 نقطة، يعادل نفس عدد نقاط فريق النادي القنيطري والنهضة البركانية. وبالنسبة للمراكز الأخيرة فلا بأس أن أذكر أولمبيك خريبكا للأسف صراحة 19 نقطة. نتابع هذه الكرة، تمريرة جانبية وتصدي ممتاز من جانب الحارس. طبعا نتحدث عن ترتيب الدوري الوطني المغربي، قلت اولمبيك خريبكا للاسف 19 نقطة، احد الاندية التي صمدت كثيرا بالقسم الوطني الاول والتي اكدت الحضور في اكثر من مرة، وحتى انه من الاندية التي نافست حتى على المستوى العربي. طبعا نتاسف لتواجده في هذا المركز. وداد فاس ايضا الممثل لمدينة فاس العريقة 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة، ولو انه فريق اولمبيك خريبكا من اصل 24 مباراة عنده 19 نقطة، وداد فاس 26 مقابلة استنفد كل مبارياته عنده 20 نقطة. نتابع هذه الكرة، محاولة من الجهة اليمنى الكرتي يبحث عن المرور، ماذا يقول الحكم؟ خطأ لصالح فريق الوداد الرياضي. جمعية السلة في المركز 13 25 نقطة من أصل 26 مقابلة، والمغرب الرياضي الفاسي في المركز رقم 14 24 مقابلة وما مجموع 23 نقطة، وبالتالي أعتقد أن المراكز الأخيرة ستزداد اشتعالا مع مرور الوقت في انتظار الصفرة النهائية لآخر دورة، الدورة رقم 30. مقدمة ترتيب الدوري الوطني المغربي أكيد يوم غد الندية ستستمر، الأنظار تتجه للمغرب أتلتيكو تطوان وللفريق الرجاء الرياضي، مقابلتين منفصلتين متقاربتين من ناحية الزمنية ولكن ممتعتان، والأكيد أن الجمهور سيستمتع لمعرفة من سيتمكن من تحقيق الدوري الوطني المغربي. ولو أن الأمطار الأخيرة بدأت ضربة خطأ، كرة ملعوبة، محاولة من جديد تعود الكرتي، نزل الكرة مشات للجهة اليمنى، هذه محاولة من نبيل الولجي يبحث عن التمرير داخل منطقة العمليات، فرصة ممتازة تغطية من جانب الدفاع اليوم يغيب الجعفري على فريق الشباب الريف الحسيمي. كنعرفوا الجعفري من اللاعبين الجيدين يغيب بسبب الإنذارات، يغيب ياسين كارين اللاعب السريع المهم في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي بسبب الإصابة. المهدي عياش الإشارة، مهدي عياش نقولوا نتمنوا له الشفاء العاجل لأنه قام بعملية جراحية وتكلت بالنجاح، هي الإصابة قديمة نوعا ما، ولكن مهدي عياش يعني بعد العملية الجراحية فنتمنوا له الشفاء العاجل وأنه يرجع لمسند الزملاء. والأخضر يتيم أيضا مصاب، وبالتالي هذه كلها تغييرات أو غيابات مهمة ومؤثرة في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي. 13 دقيقة، النتيجة تظل 0 مقابل 0.
تحضير البحث عن التمرير داخل منطقة العمليات وعن الهدف الأول الذي بإمكانه أن يحضر في لحظة. وليد كرتي مرور ممتاز، مرور ممتاز، تمريرة رجعت من جديد في اتجاه من هذا الولجي، الولجي المرور من اللاعب الأول يبحث لمراوغة اللاعب الثاني والتصويب المباشر. ضاعت الكرة مشات مباشرة لعناصر فريق الوداد الرياضي. نذكر الجمعية الرياضية السنوية وداد فاز 0-0 في مقابلة قوية بين الطرفين معا في لقاء أكيد أنه ممتع، ولكن النتيجة السلبية لم تفد كثيرا فريق الجمعيه الرياضيه السنويه وايضا وداد فاس. وبالتالي هي مقابله، يعني مقابله الجريحين، صح التعبير، مقابله الجريحين. امام انظار الحكم واول بطاقه صفراء، امام انظار الحكم واول بطاقه صفراء بكري كوني، باكاري كوني اول بطاقه صفراء في اللقاء. اذا 0-0 الجمعيه الرياضيه السنويه وداد الرياضي فاسي. المقابلة التي انطلقت في حدود الساعة الثانية والنصف أو الثالثة والنصف من زوال اليوم. ذكر أيضا على أنه بعد هذه المقابلة مباشرة مباراة المغرب الرياضي الفاسي وأولمبيك أسفي مباشرة من مدينة فاس. سنتابع أطوار التباري والندية رفقة زميلي هشام فرج. ضربة خطأ لعناصر فريق شباب الريف الحسيمي، كرة ملعوبة أمامية في اتجاه عبد الرحيم مقران، كرة بالراس مباشرة صوب الحارس عقيد، تمكن من الكرة. بالتالي حتى الآن يبدو أن المهمة الأولى تسجيل الهدف في هذه المقابلة ظلت جامدة. مفروض من المهاجمين يتحرروا ويقدموا كل ما عندهم بشكل أكبر وأحسن. كرة عند وليد كرتي، يراوغ كما يشاء، لعب ايضا في صفوف فريق اولمبيك خريبكة، مشت عند الخليقي، الخليقي حاول المراوغة، الخليقي في اخر مطاف، حكم يقول تماس لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. لعبات الكرة الغنجاوي، تمرير الجهة اليمنى، مجموعة من الجماهير تتابع الكتاب. هنا عبد الصمد المباركي ينطلق، تغطية من جنب الدفاع ومباشرة كرة صوب الخط الوسط، يعود فابريس أوندما، هذه محاولة باكاري كوني، كرة ممتازة خطيرة داخل منطقة العملية، فرصة ممتازة، هذه لقطة ممتازة، أهم لقطة في اللقاء داخل منطقة العمليات، والحكم يقول ليس هنالك شيء، ما كانش احتجاجات. نتابع هذه المحاولة، فرصة داخل منطقة العملية من جهة عبد الرحيم مقران، ممتاز هذا اللعب، كرة ممتازة أمامية، تصويبة فوق العارضة بسنتيمترات قليلة، فوق العارضة بسنتيمترات قليلة. 16 دقيقة الأولى، أحد أبرز المحاولات. أعطيني نشوف الإعادة، شوف 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 الطريقة، هذه طريقة ممتازة مالك يفونا، دخول داخل منطقة العمليات ولقطة السقوط، شوف الطريقة في التمرير، غاية في الروعة من فابريس انجيسي اوندما. هنا مالك ايفونا حاول يمشي كونتر بي وعكس مجرى وحركة أرجل الخصم، ولقطة من اللقطات المهمة في هذه المقابلة مع تدخل الحارس والحكم بسلطته التقديرية يقول ليس هنالك أي شيء، وكان يطلب من ايفونا أنه يواصل المقابلة. وشاهدنا اللقطة وطريقة الدخول والتفاعل مع الكرة الأخيرة، ثم بعدها جات رياكسيون ردة الفعل من جانب فريق شباب الريف الحسيمي. كانت كرة فوق العارضة بسنتيمترات قليلة فقط، مشاغبة مهمة ومهمة جدا من جانب عبد الرحيم مقران، العنصر الشاب الذي حتى الآن أثار الانتباه في الخط الأمامي. تحذير من جديد، كوروما فاتوكوما، رجعت عبد الصمد المباركي، كرة من جديد عماد همغار، رجعت لعناصر فريق شباب الريف الحسيمي، ينزلوا الكرة بكل هدوء. طريقة المراوغة والاختراق كانت ممتازة وممتازة جدا من عناصر فريق الوداد الرياضي.
الوداد اللي استهل ترتيب او استهل منافسات دوري الوطني المغربي هذا الموسم بتعادل سلبي 0-0 امام دفاع الحسن الجديدي، وبعد ذلك واجه فريق النادي القنيطري وانتصر عليه هنا بمدينه الضرب ذهب 3-0، انهزم امام فريق حسن تكادير في الدوره الثالثه بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي كانت اول هزيمه. ثاني هزيمه مباشره من مدينه مراكش الكوكب الريالي المراكشي اللي انتصر بجوج اهداف مقابل لا شيء. طبعا ثاني انتصار لفريق الوداد كان امام فريق الفتح الرياضي الرباطي بهدفين مقابل لا شيء، وهكذا سارت المنافسه. واذكر ان فريق الوداد تنقص مقابله قويه امام فريق المغرب الرياضي الفاسي هنا بمدينه الدار البيضاء، مقابله مؤجله وهامه بين الطرفين هنا بمدينه الدار البيضاء. اخر مقابله خدها الوداد كانت بمدينه بركان، وانهزم الوداد حينها بثلاث اهداف مقابل لا شيء، مقابله مثيره. تابع هذه المحاولة فرصة كان التصويب، رجعت من جديد. تحضير من جانب عبد الصمد المباركي، تمريرة ممتازة في الخط الأمامي، هذه فرصة ممتازة، تحضير والحارس في المكان المناسب. بعد البوادر وبعد الفترات من عمر المقابلة يظهر على أن هنالك أخطاء دفاعية خاصة بجانب فريق الوداد الرياضي. من جانب فريق شباب الريف الحسيمي ايضا خطا دفاعي قاتل كان بامكانه انه يعطيه هدف الاول، كان بامكانه انه يعطيه الهدف الاول لفريق الوداد. نذكر شباب الريف الحسيمي انتصر 1-0 على حساب دفاع الحسن الجديدي، وكان انهزم قبل ذلك بهدف واحد مقابل شيء امام الجمعيه الرياضيه السنويه بمدينه سلا. شباب الريف الحسيني هذا الموسم منطلق بهزيمه امام المغرب الرياضي الفاسي هدفين مقابل هدف واحد، و استمر او استمرت الهزيمه للدوره الثانيه امام المغرب اتلتيكو تيطوان 1-0، استقبل في ميدان اولمبي كاسافي وتعادل 1-1، وغادر صوب مدينه خريبكا وانهى المقابله بصفر مقابل صفر، وبالتالي بدايه كانت نوعا ما صعبه ومتذبذبه، لكن طموحات الفريق حتى هذه اللحظه جعلته يبقى في القسم الوطني الاول. نتابع هذه اللقطه، نتابع هذه اللقطه، اعتقد انه كان ضربه جزاء، يعني هذه من النظره الاولى بالدخول داخل منطقه العمليات. وشوف هنا المراوغه، هنا حتى اللاعب يعني ماليك ايفونا باش انه يوضع رجله امام الحارس، هنا كيجي الذكاء ديال اللاعبين. ونشاهدوا اللقطه ديال شد القميص، هنا شاهدوا والدخول داخل منطقه العمليات، شوف هنا شد القميص هنا واضحه، وبعد ذلك التصويبه يعني اللي كان بامكانها انها تاثر على مرمى الحارس عقيل. يعني هذه لقطات اكيد انها واضحه في المقابله ولا باس، ما دام اننا كنتحدثوا على هذه اللقطات اللي ممكن انها تكون مؤثره في اللقاء، انني نقربكم اكثر من حكم اللقاء، الحكم اللي هو محمد سليمان من مدينه تطوان، دخل تحكيم سنه 1996، 37 سنه، الاستاذ في ماده الاجتماعيات، الذي يقود مباراه اليوم، رابع مقابله لو بالقسم الوطني الاول، لم يقدم اي بطاقه حمراء في القسم الوطني الاول، قدم ضربات الجزاء، ثلاث ضربات جزاء هذا الموسم في القسم الوطني الاول، واول مباراه رسميه يعني لهذا الحكم في القسم الوطني الاول كانت نهايه الموسم الماضي، يعني الدوره 30 بين فريق شباب الريف الحسيمي وفريق حسن تكادير، في الدوره 30 جوج واحد للار اس بي لفريق النهضه البركانيه على حساب حسن تكادير. طبعا هذه معطيات فقط للجمهور الكريم، يعني من خلال التحضير لمقابله اليوم لحكم المقابله الذي يدير لقاء القادم من مدينه الشمال، من مدينه تطوان منطقة الشمال. كرة من جديد. كروما فاتوكوما رجع الكرة للخلف للفاخوري. بان الدور ديال الجعفري صراحة في خط الدفاع. رجعت الكرة من جديد. رميلي. ضاعت الكرة الولجي. شاهدوا اللاعبين ديال فريق الوداد كيحاولوا ما يمكن يأمنوا الكرات الأمامية. أعتقد جوج ديال اللاعبين قادرين أنهم يخلقوا يغيروا في النتيجة من جانب الوداد. طاح كاريكوني فابريس انجيسي ونضامة في الخط الأمامي. يعني وبالإضافة لمالك ايفونا، هذو الثلاثة اللاعبين ممكن يغيروا في النتيجة في أي لحظة. سعيد فتاح. رجعت الكرة للجهة اليمنى. عطوشي كرتي. ايفونا ايوب الخالقي. كرة ملعوبة الان للجهة اليمنى لصالح عبد لصالح الخالقي.
كرتي محاولة ممتازة. أونداما كرة لوليد الكرتي. سعيد فتاح. محمد السعيدي رجعت الكرة من جديد للحارس محمد عقيل. لاعبين ديال الوداد ولاو يرجعوا الكرة للخلف. صحوا يرجعوا الكرة للخلف وشاهدوا كيفاش ضاعت هذه الكرة.23 دقيقة مشاهدي الكرام على بداية الجولة الأولى، النتيجة تظل سلبية بين الطرفين معا صفر مقابل صفر في انتظار أن تهتز الشباك، انتظار أن تهتز الشباك ونشاهد أولى الأهداف. ونذكر على أنه المقابلة الأخيرة للناديين معا فانتهت بجوج ديال الأهداف مقابل شيء مدينة الحسيمة. كرة أمامية، فرصة بابريس، تصويبة استعبدت بالدفاع رجعت الوليد. وليد الكارتي تمريرة جانبية للجهة اليسرى اتجاه الولجي، نزل كورتو الولجي التمرير الجانبي في آخر المطاف ضاعت الكرة. أكيد نتذكر هدف عمر ديوب وعبد الصمد المباركي، هدفين مقابل شيء كان حاضران من جانب فريق شباب ريف الحسيمي على حساب فريق الوداد الرياضي. والموسم الماضي مقابله مثل هذه لعبت طبعا واحد مقابل لا شيء، اي مقابله الاياب لصالح الوداد الرياضي. انذاك بوب لياندرسون كان قد سجل الهدف الوحيد في المقابله. مقابله الذهاب الموسم الماضي 1-0 لاسمو تيس للوداد، انذاك كانت تمكن من التسجيل. كره ملعوبه، تصويبه داخل منطقة العمليات، هذه تمريرة وجدت الحارس يونسر ميلي. رجعت من جديد في اتجاه أومغار، أومغار يبحث عن المرور، ماذا يختار؟ يختار ماذا؟ الحفاظ على الكرة، يبحث عن التمرير، أكيد أنه في خط الوسط غنجاوي، غنجاوي حافظ على كورتو، تمريرة ممتازة لأومغار، هذه كرة ملعوبة أمامية ولكن ما وصلش عبد الرحيم مقران. عبد الرحيم مقران يلعب راس حربة ويلعب كلاعب يشاغب في الخط الامامي، توصل الكره غالبا ما يخلق الفارق امام مجموعه من اللاعبين. رجعت الكره من جديد في محاوله لبناء الهجوم من الجهه اليسرى، الولجي ممتاز في المرور، رائع في المرور، الاستداره طريقه المراوغه. وليد الكرتي مرور بين مجموعه من اللاعبين، ما كاينش مترابطات صغيره سلسه بين اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي ولعبوا الاخذ والهات ووصلوا الكره بسهوله للخط المرمى. كره اماميه، فرصه خطيره، تقصير امام الحارس، تقصير امام الحارس عقيب. رجعت من جديد غنجاوي نزل كورتو للجهه اليسرى مكان ياسين كارين المصاب، عماد أومغار اللي خذا الجهه اليسرى الان، بعكري كوني بالكعب ممتازه، ايوب الخليقي، وليد والاصبحي. الحارس عقيد محاولة، سعيد فتاح كرة أمامية في اتجاه باكاري كوني، باكاري كوني مرور ممتاز بطريقة جميلة، المهارات الفردية الآن. ضاعت الكرة، رجعت هجمة مرتدة مضادة عبد الصمد المباركي، كينطلق من الجهة اليمنى، محاولة من جانب فريق شباب ريف الحسيمي، هذه كرة ملعوبة في اتجاه عبد الرحيم مقران، ينزل كورتو رجع للخلف، محاولة للتمرير الجانبي داخل منطقة العملية، كرة ملعوبة، يعني اصطدمت بالدفاع، رجعت من جديد، فين الحملة الهجومية المضادة؟ فين السرعة في تنفيذ العمليات من جانب الوداد؟ كل اللاعبين كانوا ديال فريق شباب ريف الحسيمي في الخط الامامي، وبالتالي الهجمه المرتده السريعه كانت مطلوبه بشكل كبير. تبعد الكره، التمرير الجانبيه في اتجاه ايوب الخالقي، نزلت الكره لايوب، حافظ على كورتو، الحكم قال لمسه يد. غادي يقول الحكم لا، خطا لعناصر فريق الوداد الرياضي. خطا لعناصر فريق الوداد الرياضي. اكيد انه مهم وشيق بين الطرفين معا، ولكن نحتاج لرؤية هدف أول، نحتاج لرؤية هدف أول. أذكر أنه هنالك بطاقة صفراء وحيدة في اللقاء لباكاري كوني، ربع ساعة الأولى من بداية المقابلة. ضربة خطأ أيوب الولجي، ياما في أيام سابقة سجل مثل هذه الكرات، كرة أمامية، تمريرة، فرصة ممتازة، والحارس في المكان المناسب، الحارس في المكان المناسب. وهذه لقطة من اللقطات الجيدة في هذه المقابلة أمام محمد السعيد، أعتقد اللي كان قريب جدا من الكرة الماضية. حسن الركراكي يتابع، اسم السابق في الليمسيو المولودية الوجدية الاي ار تي الاتحاد طنجة، ونشاهدونا
تمريرة داخل منطقة العمليات، خروج ينصر ميلي اللي كان في المكان المناسب، تصدي ممتاز للكرة الأخيرة. هنا المهارات الفردية، شوف الإنزال، نزل كورتو باكاري كوني وقام باللفة، ولو أنه كان وحيد يعني ما روغش بأي لاعب ولكن كان وحيد. هذه لقطة من اللقطات اللي كانت في المقابلة، لوكا احتياط فريق الوداد الرياضي. محمد شهيد انظار عليه، مصطفى شهيد انظار عليه، هذا المدرب الذي يريد على الاقل الحصول على 3 نقاط في مقابلة اليوم. اكيد انا صور تقدم لنا اطر وطنية مغربية في رهان كبير، رهان 3 نقاط. محمد سعيدي كرة امامية، فابريس ثلاثة الكرة، منجاوي رجع، كوروما فتوكوما تمويه ممتاز، رجعت من جديد للمالك كيفونا، وليد الكرتي ملك، هذا باكاري كوني، باكاري كوني كرة امامية في اتجاه وليد او في اتجاه نبيل الولجي، وبالتالي مطولة الى خارج رقعة الملعب. تستمر النديه ويستمر التنافس مشاهدينا الكرام في مباراة اليوم، المقابلة التي يمكن ان نقول حتى الان عرفت 4 محاولات حقيقية للتسجيل، لم تسجل ولا واحدة منها في هذه المنافسة. تقريبا 3 تصويبات من فريق شباب الريف الحسيمي، واحدة منها فقط التي صدها الحارس، وتصويبة او تصويبتين من جانب الوداد. تم تصديها من جانب ايضا الحارس. كرة امامية، خالق يرجع الكرة الخلف، الاصبحي فابريس، الاصبحي محاولة تمرير، وي كيختار كرة امامية وليد الكرتي، كرة ممتازة، فرصة داخل منطقة العملية، محاولة للمرور واستخلاص الكرة الماضية ولكن يبدو انها كانت بعيدة. رجعت من جديد سعيد فتاح، كرة في الخلف، حارس محمد عقيد، من جديد الكرتي، كرة من جديد الآن لصالح فريق شباب الريف الحسيمي عن طريق عبد الصمد المباركي اللي كيحاول يمر، كيمرر بالفعل للجهة اليمنى، محاولة للبناء عن طريق سعيد الزيدي، سعيد الزيدي، عبد الصمد المباركي، عبد الصمد المباركي يختار الجهة اليمنى. مازال ما شاهدناش عبد الصمد المباركي، اللاعب المتحرك اللي كيجيب الحلول وكيعطي دائما الكرات في الخط الامامي وكرات الاهداف يعني في اكثر من مره. انا عبد الصمد المباركي كيحاول يمر، ضاعت منه الكره، رجعت من جديد لعناصر فريق الوداد، محاوله للبناء الهجومي، رجعت لشباب ريف الحسيمي عن طريق الغنجاوي، عماد مغار، كره اماميه، فرصه 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 فرصه، ولكن تغطيه في اخر المطاف من محمد السعيدي لانقاذ الموقف. صمام الامان وبرج المراقبه في دفاع فريق الوداد في هذه المقابله، يبدو انه راقب عن كثب الكره الاخيره وبالتالي تمكن من ابعاد الخطوره بشكل كبير. كره من جديد لصالح فريق شباب ريف الحسيمي، المراوغه بشكل ممتاز عن طريق وسام الحلفي، مشات للجهه اليمنى، محاوله للمرور والتمرير، الحلفي يمتلك الكره الان، عنده فرصه التصويب، ارتدت ورجعت من جديد للحلفي، وفي اخر المطاف الوداد يبحث عن حل ابعاد الخطوره فقط. كره اماميه صوب الحارس، لا تمكن منها ايوب الخلقي، ايوب الخلقي بعد الخطوره، كي تكتل لمجموعه من اللاعبين، ما فهمتش الوقت اللي خاص نشاهدوا لعب سليم وايضا محاولات بين اللاعبين بالشكل المطلوب. تفاجأ ايضا بكرات متفككه
مباراة كرة القدم يعني مترابطة السلة أو التكتل في مكان واحد. ضربة خطأ لصالح النصر فريق الوداد، كرة ملعوبة داخل منطقة العملية، فرصة ممتازة، تسلل يعلن الحكم المساعد، ولكن حكم الساحة يمنح الامتياز لأنه ما شافش الحكم المساعد شاهر الراية. كرة من جديد، عمر ديوب من اللاعبين المهمين ايضا من الجهه اليمنى، مرور ممتاز فابريس راه الاول والثاني، يبحث عن الثالث والرابع فين والخامس فين. فابريس، كرة ملعوبة لصالح الوداد، وليد الكرتي يبحث عن المرور، شاعت من جديد عبد الصمد المباركي، الجهه اليمنى زيدي، كرة في اتجاه أسامة الحلفي، ينطلق أسامة الحلفي، ثلاثة ديال المهاجمين ضد أربعة مدافعين، كرة أمامية من عماد مغار، ضاعت منه الكرة ما تمكنش من الحفاظ عليها، أمامية، مازال الضغط من جانب شباب ريف الحسيمي، أيوب الخارقي يبعد الخطورة فقط، كاين تشتيت للكرات، ما كاينش انضباط بالشكل المطلوب. لاعب يعني كيحاول يتجنب المسؤوليه وانه يجي الخطا من المكان ديالو. اسامه الحلفي حاول التمرير، اختار الجهه اليسرى، هز الكره بشكل ممتاز عبد الصمد المباركي، هذه كره اماميه، كوروما فاتوكوما، ما هي بتمريره ولا هي بتصويبه، هي ضربه مرمى للوداد، كوروما فاتوكوما على الصوره. حدثنا على هذا اللاعب، قلنا على انه من اقدم العناصر في صفوف فريق شباب ريف الحسيمي، بس نعطيو الجمهور الكريم على انه معلومه على انه ينتمي لمنتخب النيجر، كروما فاتوكوما، وهو من الدعمات الهامه جدا لمنتخب النيجر وايضا لفريق شباب ريف الحسيمي. مواليد سنه 1984، كره اماميه، وسام الحلفي في اتجاه الزيدي يبحث عن التمرير في اتجاه عماد مغار داخل منطقه العمليات، اخر مطاف تضيع الكره، نحسب ربما نقول 5 و4 كرات حتى الان اللي مشات لعماد مغار. لاعب ياخذ الكره كتضيع له، ما كيتمكنش من الربط بينه وبين زملائه، وبرافو لدفاع فريق الوداد حتى هذه اللحظه لانه يؤمن المنطقه الدفاعيه بشكل كبير رغم المحاولات المستمره من جانب فريق شباب ريف الحسن. جانب من الجماهير التي تتابع هذه المنافسه هنا بمدينه الدار البيضاء، حضور جماهيري قليل جدا، ما تعودناش نشاهدوا الحضور الجماهيري بهذه الصوره، هذه انه مركب فسيح، جماهير قليله. عموما رجعوا المقابله، كره في خط الوسط، عطوشي، تحضير وليد كرتي، ايوب الخالقي باكار يكوني، عطوشي، تحضير في الخط الامامي من الولجي، مالك يفونا، حكم الدخل يعلن على خطأ لصالح فريق شباب ريف الحسيمي. فخوري اللي كيقوم بالمهام الدفاعية، شباب ريف الحسيمي كما قلت اخر مقابله انتصار على دفاع الحسن الجديدي، وقبل هزيمه امام الجمعيه الرياضيه السنويه، قبل بمدينه الحسيمه كان تعادل امام وداد فاس 1-1. مقابلات عديده مهمه قدمها هذا النادي، حقق فيها حضور جيد. الوداد الرياضي نفس الامر، لو ان الجماهير الوداديه والعشاق للفريق الاحمر في الدوري الوطني المغربي كانوا يمنون نفس التنافس على اللقب، لان الجائزه جائزه كبيره هذا الموسم، والمشاركه في كاس العالم للانديه، حقق ذلك الفريق الاخضر، بالتالي مطمح كان كبيرا من جانب الفريق الاحمر. كره ملعوبه من جديد من جانب عماد مغار،
حسب ما نقولوا المرة السادسة ضاعت الكرة. مش ماشي في يوم عماد أمغار لا أعلم، لكن الواضح على أنه كيف قاد الكرة بشكل كبير كبير جدا في المقابلة اليوم. ملك يوفونا وسط جوج ديال اللاعبين، هذا اللي في يوم، هذا اللي في يوم، ثلاثة ديال اللاعبين ليفعل ما يشاء. آخر مطاف الحكم يقول كرة لصالح فريق شباب ريف الحسين، لكن برافو عنده قتالية عنده شجاعة، مشى من الجهة اليمنى وشاغب بشكل جيد. أوه طريقة تمرير ممتازة من جانب عبد الصمد المباركي، رجعت الكرة من فابريس انجيسي وانضم فابريس يحافظ على كورته وسط جوج ديال اللاعبين. التغطية جات من بكري والحكم يتدخل يقول ضربة خطأ. أعطيني شكون يصوب الآن ضربة خطأ، ضربة خطأ، شكون اللي يكون في التصويب؟ هو نفسه بكري كوني. سعيد فتاح، نبيل الولجي، مجموعة من الأسماء. مجموعة من اللاعبين ممكن أنهم يسددوا. هنا التدارس، شكون اللي ممكن يسجل؟ شكون اللي ممكن أنه يقوم بالتصويب المباشر؟ وقت للحكم محمد سليمان يقدم القياسات الضرورية، أمطار القانونية. غالب الظن، غالب الظن بكر يكون علي كرة ملعوبة من جانب الوداد ولكن مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. باكاريكوني على الصورة لم يتمكن من بلورة الكرة الأخيرة بالشكل المناسب. خمسة ديال الدقائق تقريبا مشاهدي الكرام وتنتهي الجولة الأولى من هذه المقابلة، الجولة الأولى لهذا اللقاء الذي يبدو حتى الآن في جولته الأولى في بعض المحاولات، ولكن غياب الأهداف، غياب الأهداف، غياب هز الشباك. محاولات أكيد كانت بالجملة، ولكن المحاولات الناجحة والمحاولات الأقرب للتسجيل فكانت تقريبا أربع محاولات يعني واضحة للتهديف. كرة ملعوبة من جديد لعناصر فريق شباب الريف الحسيمي. عمر ديوبي رجع الكرة لينصر ميلي، الرميلي يلعب كرة أمامية في اتجاه من هذا أيوب الخالقي فقط في التغطية. وليد الكرتي رجعت من جديد عند الفاخوري، الفاخوري لكوروما فاتوكوما، فاتوكوما يبحث عن المرور في آخر المطاف. تماس يقول الحكم لأيوب الخالقي، وتماس لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. خمس دقائق إذن الوقت يمضي، الوقت يمضي. آخر مقابلة بين الطرفين معا، أول أهدافها كان في الدقيقة 11 في الجولة الأولى، وثاني أهدافها ما قبل نهاية الجولة الأولى بدقيقة أو دقيقتين. اليوم يعني نسير لاختتام الشطر الأول أو الجزء الأول من هذا اللقاء ولم نشاهد أي هدف، انتظار الجولة الثانية كيف ستكون. آخر مقابلة لعبت في جولة أولى، الشوط الأول كان حاسم جوج الأهداف، عمر ديوب عبد الصمد المباركي انتهى اللقاء. اليوم جولة أولى ما عطات والو، لا جديد. انتهى بعد الكرة أيوب الخريقي، هذه المترابطات الصغيرة اللي تحدث عليها كتخلي اللاعبين يساهموا ويحضروا بقوة. شوف 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 المرور، كرة ممتازة، فرصة فرصة فرصة، هذه لقطة الهدف، هذه لقطة الهدف. وليد الكرتي راوغ اللاعب الأول، شوف هنا يراوغ اللاعب الأول ويدخل باللاعب الثاني ويمشي بالثالث ويصوب بهذه الطريقة، لكن الكرة فوق العارضة والحكم يقول زاوية. نشاهد هنا دخول أحسن، دخول جميل وأحسن ما فيه هو الاندفاع في الخط الأمامي. فين الدفاع؟ فين الدفاع؟ شوارع مفتوحة، شوارع مفتوحة. كرة ملعوبة من جديد لصالح فريق الوداد الرياضي،
زاوية. وليد صراحة كان قريب من تسجيل هدف محقق لصالح فريق الوداد الرياض. مقابلة تلعب يعني اي مقابلة كرة القدم الاهداف هي التي تهم وليس احصاء المحاولات. كرة امامية حكم يتدخل الخطأ لصالح عناصر فريق شباب الريف الحسن. اي مقابلة في كرة القدم تلعب بالاهداف. لو انهم يحسبوا المحاولات فالمحاولات كثيرة وكثيرة جدا. ضاعت المحاولات بشكل كبير في مقابلة اليوم. كرة امامية رجعت من جديد لعناصر فريق الوداد. محاولة للانطلاق من الجهة اليمنى. كاينة تغطية تحضير انس الاصبحي. فابريس نزل كرته بشكل ممتاز يحاول يراوغ. حكم يتدخل يقول مخالفة صالح فريق شباب الريف الحسيمي. كاش وقت كبير. كرة امامية من جديد لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. الزيدي رجع الكرة ديالو للخلف. مراوغة ممتازة. بنجاوي حلفي غنجاوي تحت على المرور. غنجاوي يختار كرة للأمام. زيدي من جديد ومرور ممتاز. أسامة الحلفي بطريقة رائعة. محاولة للمراوغة والمرور ولكن يبدو أن هنالك سعيدي في المكان المناسب. رجعت هجمة مرتدة مضادة في اتجاه فابريس. ينزل كورتو يبحث عن المرور أمام جوج ديال اللاعبين. كرة لوليد الكرتي. تغيير كلي للجهة اليسرى. مكان تواجد نبيل الوجي. آخر مطاف صوب التماس. قول الحكم لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. 45 دقيقة في الجولة الأولى فيها المحاولات فقط. جولة أولى طيبة ولكن الأهداف أين هي؟ رجعت الكرة من جديد. عبد الصمد المباركي. جوج دقائق يضيف الحكم كوقت بدل ضائع. كرة من جديد في خط الدفاع. وليد الكرتي. ايوب الخالقي. رجع كرة للخلف. السعيدي. وحاول من جانب باكاري كوني الان. جهة اليسرى. تمرير الجانبي ولكن فقط. وروما فانتوكوما يترك المهمة للحارس. كرة إذن لصالح عناصر فريق شباب الريف الحسيمي. أعتقد أن الجولة الأولى تسير لتنتهي. جولة نسيان صحيح أنه كانت محاولات ولكن ما تمكنش أي نادي من وضع الكرة في الشباك. بالتالي افتتاح التسجيل في هذه المقابلة. تحضير من الجهة اليسرى. نتمنى أن اللقاء يكون مرتفع. تكون في حماس او يكون في حماس وتكون الوتيره ديالو مرتفعه ونشاهد هدف لكن بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه بهذه المحاولات صعب من الصعب نشاهد هدف. كره الجهه اليسرى.
يعني اكيد ان الجمهور الكريم كيستمع للصراخ ديال المدربين والتعليمات ديالهم وحتى الطريقه ديال التعليمات وكيفاش كيتفاعلوا مع اللاعبين. بطوله احترافيه على عين. احسن شيء هو هذه الصافره اللي جات في هذه اللحظات انهت تفاصيل الجوله الاولى. اكيد ان النتيجه المسجله 0-0، ولكن المحاولات كانت عديده. جوله اولى حملت العديد من المحاولات، كان بامكانها ان تغير من نتيجه المقابله. الموعد يتجدد مشاهدينا الكرام مع بدايه الجوله الثانيه، اكيد انتظرونا مع بدايه الجوله الثانيه. نتمنى ان الامور تكون تحسن احسن فاحسن، لانه الا مشاو للمستودع الملابس وكملوا بهالطريقه فالاكيد اننا غنشهدوا مقابله سلبيه. عموما مشاهدينا الكرام نلتقي مع بدايه الجوله الثانيه، الى اللقاء. مباريات الجولة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية مباشرة على قناة الرياضية. المغرب الفاسي أولمبيك آسفي، موعد مثير عن الجولة تتابعونه يوم السبت في 8 ليلا على قناة الرياضية. إمارة رأس الخيمة رمز الحضارة والتطور، تقع أقصى شمال الإمارة العربية المتحدة، موقعها الجغرافي والطبيعي ونهضتها العمرانية أهلتها لتكون قبلة لأشهر الملاكمين العالميين. الملاكمة العربية لها جذور موغلة في القدم، فقد ظهرت مطلع سبعينيات القرن الماضي ولم يتم تأسيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين سوى في عام 99-900 بفرنسا، وحظي المغرب بشرف تنظيم أول نسخة في وقت لم يكن فيه للجامعة الملكية المغربية للفول كونتاكت والكيك بوكسينج وجود. طبعا أول بطولة عالمية أقيمت للملاكمة العربية نظمت بالمملكة المغربية بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله، وثاني بطولة أقيمت كذلك في سنة 90 بالمغرب بمناسبة عيد العرش. الملاكمة العربية هي مزج من الأنواع الرياضية التي تنتمي لخانة الفنون الحربية من تاي بوكسينج وكيوان، وإن كانت تختلف عنها من حيث عدد الجولات. الملاكمة العربية الاحترافية وما نسميوش انه عنده واحد رياضة خاصة، وانما هو كيتميز بكونه ان بالنسبة للعدد ديال الجولات اللي كيلعبوها لي كومباتون، بالنسبة للاسلوب هو نفس الاسلوب ديال الكيك بوكسين او اللو كيك. لو كيك ما باستثناء انه كيمكننا نوظفوا فيه واحد التقنيه ديال النيه، يعني الضربه ديال الركبه. اللجنه المنظمه للبطوله نظمت مؤتمرا باحد افخم فنادق الاماره بحضور الهادي صدير رئيس الاتحاد الدولي للعبه وصلاح احمد النعيمي رئيس المكتب التنفيذي بالنادي والحسن الهلالي المدير الفني للدوره ومصطفى غنام رئيس لجنه التحكيم والملاكم الاماراتي خدوم الكعبي. ثاني بطولة لعبها في سنة 2011 بطولة العالم كانت في دبي، وثاني بطولة الحين تحت رئاسة الشيخ سمو سعود بن صقر القاسمي، وإن شاء الله المزيد من هذه البطولات إن شاء الله من الدكتور هادي السديري في تطور من اللعيبة، وإن شاء الله يعني نحن نحقق أشياء كثيرة في الإمارات نفس هذه البطولات إن شاء الله. رئيس الاتحاد الدولي للعبة كشف خلال الندوة الصحفية عن مشاركة 8 من أبطال العالم المحترفين وبطلتين محترفتين ينتمون جميعا لبلدان الإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وهولندا وتركيا والهند وسورينام. نلعب مع واحد العائل كيلعب مزيان، هو عنده اكسبيرينس في اكلاس، انا عاد يلاه عام كنلعب في اكلاس. هذه مهمه باش نديرو بون ريبريزونطاسيون، باش نديرو شي حاجه لو ريزولتا هنايا في ليزيميغا سي امبورطون.
الهادي السديري أكد أن بطولة رأس الخيمة ستمنح الفرصة للملاكمين العرب للمنافسة على الصعيد العالمي وإبراز مواهبهم ومؤهلاتهم والظفر بألقاب عالمية. طبعا حاليا رأس الخيمة أخذت اتجاه في تنظيم البطولات العالمية، لأن الرياضة كما تعرفون تعرف بالبلدان وتقارب شعوب العالم وتروج كذلك للسياحة. رئيس المكتب التنفيذي بنادي رأس الخيمة صالح أحمد النعيمي أكد أن استضافة حدث عالمي يقام للمرة الأولى بإمارة رأس الخيمة يأتي ضمن مساعي النادي لدعم الرياضة في الإمارة، سيما وأن الملاكمة العربية للمحترفين تستهوي فئة كبيرة من الشباب الإماراتي برغم ضعف انتشارها بدولة الإمارة العربية المتحدة. بطولة رأس الخيمة العالمية للملاكمة العربية للمحترفين كانت بحق عرسا رياضيا بامتياز بحضور الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حيث شهدت حلبة الملاكمة إعلان الملاكم الفرنسي بطل العالم في وزن 72 كيلوغرام جيمي كوليبالي إسلامه، وقام بالنطق بالشهادتين واختار لنفسه اسم أمين. وفي مباراة رفع الستار فاز الملاكم المغربي زكريا بوعمامة بالحزام الذهبي في صنف الهواة بفضل انسحاب منافسه، وفي مباراة ثانية فاز الملاكم الإماراتي خدوم الكعبي على منافسه الإيراني محمد رضا بعد انسحابه في الجولة الثانية. البداية كانت صعبة بس الحمد لله توفيق من رب العالمين، وأنا أشكر الشيخ سعود بن صقر القاسمي على هذه استضافتي في هذه البطولة تحت رعاية الشيخ سعود، والحمد لله كان بداية وايد طيبة وإن شاء الله مزيد من البطولات إن شاء الله للأمام إن شاء الله. وفي صنف المحترفين وبالضبط في الوزن الثقيل فاز الملاكم المغربي محمد بن عيشة المقيم بالديار البلجيكية وصاحب سجل كبير من الفوز بالضربات القاضية في 38 مباراة بصعوبة بالغة على متحدي الفرنسي سيدريك ريكليلينك الذي لم يسبق له الهزيمة في أي مباراة طيلة مساره الرياضي، والذي كان فاز في 31 مباراة بالضربة القاضية. الملاكم الفرنسي كاد يحسم المواجهة لصالحه في مناسبات عديدة بفعل قوة لكماته، إلا أن أخطاءه التقنية الأربعة حسمت النتيجة للملاكم المغربي محمد بن عيش الذي احتفظ بحزام البطولة العالمية للملاكمة العربية. الحمد لله زعما اون سوبر كونتون سيتي تري ديفيسيل ان كومبا 12 روند سيتي دور مي الحمد لله كان عندنا النفس اي بي فوالا سي امبورطون عندنا ريسبونسابيلتي باسكو كنلعبوا للمغرب. وفي وزن نصف المتوسط انهار البطل المغربي زكريا التجارتي امام منافسه التركي بوراي بورزار يلماز، ولم تشفع له مبارياته الثلاثين التي فاز فيها بالضرب القاضيه وهو البالغ من العمر 23 ربيعا، حيث واجه الملاكم يفوقه خبرة وتجربة برصيد 36 مباراة بالضربة القاضية من أصل 40 مباراة وهو البالغ من العمر 27 سنة. الملاكم المغربي لم يصمد لأكثر من 4 جولات، حيث سقط في المرة الأولى في الجولة الثالثة قبل أن ينهار تماما في الجولة الرابعة، حيث أوقف الحكم مصطفى الغنام المباراة. إنه ملاكم جيد ومتألق وقوي، لكن تنقص الخبرة والتجربة. أحمد الله على هذا الفوز وأشكره كثيرا، كما أهدي هذا اللقب لوالدتي العزيزة. وفي وزن 64 كيلوغرام في صنف الإناث سرقت الملاكمة الأندونيسية شانا لاميرز الأضواء عندما انتزعت حزام البطولة من صاحبة اللقب الهولندية شارون كريستيل التي لها الرصيد نفسه من الفوز بالضربة القاضية ب 26 مباراة، حيث أسقطتها في الجولة الرابعة وأمام صمود الهولندية من أصول سورينامية انتظرت إلى الجولة العاشرة لتحسم نتيجة الفوز لفائدتها. إنها تفوقني وزنا بحوالي 6 كيلوغرامات، أنا سعيدة بهذا الفوز، صراحة كانت مباراة صعبة للغاية. وبسط الملاكم الإسباني بارخان خونا سيطرته المطلقة في وزن 68 كيلوغرام على حامل اللقب الهندي روبان نارانا صاحب الرصيد الكبير من الفوز بالضربات القاضية ب 54 ضربة، في حين لم يتعدى رصيد الإسباني 29 ضربة، وتمكن هذا الأخير من الفوز بالضربة القاضية بإسقاطه لخصمها الهندي في الجولة
الرابعة، وهي الجولة نفسها التي سقط فيها الهولندي من أصل مغربي عبد الرحمن البشيري في وزن 72 كيلوغرام أمام الفرنسي أمين كوليبالي. الحصيلة ديال البطولة العالمية كنظن أنه أعطت داكشي اللي كنا بغينا، لأنه علاش يعني الجمهور اللي تابع هذا اللقاء هذا اللقاءات هادو خرجوا مقتنعين، وكذلك حنا كفنيين خرجنا مقتنعين. داكشي اللي كنا بغينا في هاد الأبطال هادو قدموه، كانوا هناك مفاجآت. أنا كيتبين لك بأنه الخلف في هاد الرياضات هادو موجود، وما عمر شي واحد يقول أنا بطل. اختتمت إذن بطولة رأس الخيمة العالمية للملاكمة العربية الاحترافية بعد أن حققت نجاحا باهرا على كل الأصعدة، ويراهن الاتحاد الإماراتي للعبة كثيرا على مثل هذه البطولات لتجاوز مختلف العقبات التي تحول دون انتشار هذه الرياضة على الوجه المطلوب، وإقامة بنية تحتية تضمن استضافة أحداث رياضية على المستويين القاري والعالمي لجعل الإمارات العربية المتحدة منطقة جذب لأنواع رياضية أخرى. أحباب مشاهدين الكرام ديال الرياضيه اللي كيتابعوا معنا هذا الحفل ديال تسليم الجوائز ديال احسن رياضيين. الحفل السنوي مارسدور في نسخته الثانيه على قناه الرياضيه. On se retourne vers la famille dans les moments difficiles. ما عندناش ما دار لي حاله قال لي لا واش ما عطينيش هذا حكام ضرهر. الحفل يتوج افضل مدرب وطني، افضل لاعب، إضافة إلى أفضل شخصية للسنة. فائز بإحدى أحسن رياضي. الحمد لله وصلنا ودرنا على عياش وفرحنا الغربة ديالنا. سي كونتون سا بروف كو فوالا نتخافاي جوسكا مينو ريكوني. ماسدور 2014 السبت 10:30 مساء على قناة الرياضية. هذا الحفل مقدم بمساهمة الرياضية راديو مارس والمغربية للألعاب والرياضة. صباح الخير. صباح النور. شي خبزة سيدي عافاك. أنا لا. اش هادشي كامل؟ أنا كتعطيني غير خبزة واحدة. ماشي مشكل، خذي سبعة بثمن واحدة. هي شي بروموسيون هادي. كاينة البروموسيون. على هاد الحساب، عطيني شي بتي بان شوكولا. لا لا. شفتك عطيتيني غير واحدة. أنا مالي أنا هو اتصالات المغرب. السخاوة ديال بصح هي ديال اتصالات المغرب إلى غاية 21 أبريل. عندكم روشارج في سبعة المرات وعلى جميع التعبئات ابتداء من 5 دراهم، ولأن عروض اتصالات المغرب كلها سخاوة استفدوا حتى من الإس إم إس فابور. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. يلا قول. Parce que dans le sport, on ne réussit jamais seul. La Marocaine des Jeux et des Sports accompagne le sport national et toutes les générations de sportifs en reversant l'intégralité de ses bénéfices au Fonds national de développement du sport. MDJS, l'esprit sportif. إلا بغيتي حلاقة بالزربة ما تحطلكش على المواعيد المهمة ديالك، من اليوم استعمل جيلات بلو 3 باش تستمتع بحلاقة سريعة وناعمة مع تصميم الشفرات المفتوح المميز من جيلات بلو 3. غيسهل عليك غاز لكل الشفرات لحلاقة أسرع. إلا كانت السرعة عنوان في الحياة، استعمل جيلات بلو 3 باش حتى حاجة ما توقف في طريقك. جيلات، ما يستحقه الرجال. Afrikia s'engage à vous fournir des carburants d'une qualité 100% garantie dans l'ensemble du réseau Afrikia. Afrikia, prenez la bonne voie.
الجولة الثانية من هذه المقابلة التي تجمع بين فريق الوداد الرياضي وفريق شباب الريف الحسيمي. طبعا الجولة الأولى انتهت بنتيجة سلبية 0-0. الجولة الثانية تنطلق في هذه اللحظات، جولة أكيد أنها هامة وهامة جدا بين الطرفين. نترقب أن تكون أيضا هذه الجولة تحمل الأهداف وتحمل المتعة والتشويق التي أو الذي يتمناه الجمهور الكريم المتابع لأطوار هذه المنافسة. كرة ملعوبة لصالح عناصر فريق شباب الريف الحسيمي عن طريق كوروما فاتوكوما. نتمناو أن الجولة الثانية تكون أحسن بكثير من الجولة الأولى، نعيشوا إثارة وتشويق هذه المنافسة بالشكل الذي يليق باللقاء في الدوري الوطني المغربي. عين مجموعة من المحاولات في الشوط الأول لم يتأتى لها نجاح. هذه محاولة من جانب عبد الصمد المباركي، تمريرة في الجهة اليمنى أسامة الحم في تمريرة جانبية، فرصة ولكن فوق العارضة بسنتيمترات قليلة. كانت محاولة هجومية من جانب فريق شباب الريف الحسيمي إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي ضربة زاوية. يقول الحكم يستعد لتنفيذ هذه الكرة، أكيد اللاعب عبد الصمد الماركي المعروف بتمريراته الجيدة والحاسمة في أكثر من مرة. إذا الجولة الثانية انطلقت. لا بأس أن نذكر الجمهور الكريم ما كاينش غيابات حتى هذه اللحظة ما بين الطرفين معا، نتابعوا أو ما كاينش تغييرات بالفعل. تابعوا هذه المقابله، نذكر بتشكيله فريق الوداد الرياضي. وفي الوقت اللي كان تابع هذه المحاوله الهجوميه تخرج الكره، رجعت ليونس رميلي، كرجع الكره ديالو للخلف مباشره للاعبي فريق شباب الريف الحسيمي. قلت الوداد محمد عقيد، ايوب الخريقي، محمد السعيد، من عطوشي، نبيل ولجي، بكري كوني، وليد الكاتي، انس الاصبحي، سعيد فتاح، فابريس انجيسو انضم، وملك كيفونا. ونتابعوا هذه الكره اللي كانت داخل منطقه العمليات وصوب الحارس مباشره. شباب الريف الحسيمي، ينصر ميري حارس المرمى، بقي اسمه كروما فاتوكوما، عمر ديوب، عبد الفتاح الفخوري، سعيد الزيدي، عماد مغار، كريم اليوسفي، حضور ايضا اسامه الحلفي، عبد الصمد المباركي، صابر الغنجاوي، وعبد الرحيم بقران. هذه الاسماء اذا الحاضره من جانب فريق شباب الريف الحسيمي في هذه المقابله. يقود اللقاء الحكم محمد سليمان، مساعد الاول محمد نقشه، والمساعد الثاني يونس زباخ، والحكم الرابع القاضي ياسر، والمندوب البشيري الحبيب مدينه مكناس. اذا كره ملعوبه في خط الامامي من جانب عناصر فريق الوداد، مشات مباشره للتماس، تماس ودادي في تنفيذ ملك كيفونا. ملك كيفونا يعني يترك الكره لايوب الخالقي، الخالقي يستعد ربما التمرير او لا يختار التماس القريب. رجعت من جديد ايوب الخالقي، مشات الكره عند عطوشي امين، ضاعت منه الكره. حاولة هجوميه من عناصر فريق الوداد الرياضي الان، باكاري كوني، كره اماميه مقطوعه. كاين المقابله ملعوبه في خط الوسط يعني بشكل كبير. عبد الصمد المباركي، محاوله الانطلاق، تمرير الجهه اليسرى من عبد الصمد المباركي في اتجاه عماد مغار. عماد مغار الجوله الثانيه ممكن يكون احسن من الجوله الاولى بكثير. ضاعت الكره، رجعت من جديد من امين العطوشي لوليد الكرتي، انطلق الكرتي في محاوله المرور في اخر مطاف، رجعت العادل مغار او عماد مغار. كره اماميه، فرصه ولكن هنالك تسلل. يقول الحكم الوقت اللي لعب من فريق الوداد الرياضي ساقط على ارضيه الملعب، مصاب. نتمنوا ما تكونش اصابه مؤثره. نتابعوا هذه اللقطه، ما كانش تسلل، واضحه اللقطه، ما كانش تسلل. يعني اثناء خروج الكره 49 دقيقه، يعني نلعب دقيقه رابعه من بداية الجولة الثانية، ونتيجة المسجلة حتى هذه اللحظة 0-0. انتظار أن تكون المنافسة أشرس وبالغة الندية بين الناديين معا. هذه محاولة سعيد فتاح، رجع كرة الخلف، محاولة لبناء الهجومي جانب بكري كوني. الآن كان حضور الأمين عطوشي، عبد الرحيم مقران، غنجاوي، صابر، فاخوري، كوروما فاتوكوما، غنجاوي، الجهه اليمنى سعيد الزيدي، كره اماميه، عبد الصمد المباركي، تمريره ممتازه في الخط الامامي، ولكن الاقرب الحارس، الاقرب الحارس اللي كان قريب من الكره الاخيره. كرة من جديد أمين عطوشي يحاول ينطلق،
الطوشي تمرير ممتاز اتجاه باكاريكوني. باكاريكوني نبيل ولجي اخر مطاف التماس جولات محترمه مجموعه من اللاعبين ولكن الفعاليه يبدو انها غائبه اكثر من لقطه. نبيل شاف كره عند اسامه الحلفي كره في التماس اسامه الحلفي يترك المهمه سعيد السيدي لتنفيذ هذه الكره. سعيد الزيدي لاعب فريق شباب ريف الحسيمي اشاره هذا اللاعب تم استقطابه من جانب فريق لصالح او من طرف فريق الوداد. كره ملعوبه اماميه فرصه تمرير ولكن خارج ارضيه الملعب. سعيد الزيدي لاعب الوداد السابق معارض لفريق شباب ريف الحسيمي 27 سنه تابعوا الكره حاولت المرور هنا الوصول الكره والتمرير الجانبي جانب عبد الصمد المباركي. هذا اللاعب كان في يومه يكون شباب ريف الحسيمي ايضا في يوم وعلى موعد مع التسجيل ومع تقديم عروض طيبه ولكن ان كان عبد الصمد المباركي في موقف يعني ما مرتاحش حتى فكريا فالاكيد انه من الصعب. نقول هذا فقط لنؤكد على انه عبد الصمد المباركي لاعب جيد اما شباب ريف الحسيمي اكيد انه لن يعتمد على لاعب واحد فقط عنده مجموعه من اللاعبين والدليل انه في مباراه كره القدم كاين 11 لاعب اساسي اكيد. الوداد اليوم ثلاثه ديال المهاجمين ولا واحد تمكن من هز الشباك وثلاثه من خيره اللاعبين والمهاجمين في الدوري الوطني المغربي فابريس جيسون داما مالك هنا باكر يكوني ايضا ضيفو يعني هادو يؤثرون ويغيرون في نتيجه اي مقابله كيف كانت كيف ما كانت. كره ملعوبه لصالح فريق الوداد من الجهه اليمنى تماس ايوب الخالقي ايوب الخريقي محاولة من الجهة اليمنى رجعت من جديد ودادية تغطية لا اعتقد انها مباراة صفر مقابل صفر لا اعتقد انها مقابلة صفر مقابل صفر. وسام الحلفي فرصة التمرير جهلة عماد امغار اخر فقط قليلا وسام الحلفي مالك كيفونا ضاعت منه الكرة الحكم يتدخل ويقول مخالفة لصالح فريق الوداد مخالفة لصالح فريق الوداد صفر مقابل صفر. آخر مقابلة بين ناديين كانت مدينة الحسيمة في ملعب ميمون العرسي شبولة ريفيين في الجولة رقم 26 مثل هذه في الأحد 22 أبريل من سنة 2012. شوف رجع بالتاريخ إلى 2012 صفر مقابل صفر في آخر مواجهة بين الطرفين الدوري الوطني المغربي. اليوم 19 ابريل 2014 نفس النتيجه. كره ملعوبه اماميه ممتازه لفرصه في اتجاه كروما فاتوكوما الاقرب الاقرب الحارس محمد عقيد اللي بعد الخطوره صوب تماس نديه ممتازه نديه ممتازه في هذه المقابله ولكن الكلمه الاخيره لمن رجعت الكرة من جديد عند عبد الصمد المباركي في محاولة المرور من الجهة اليمنى. عبد الصمد المباركي يستخلص الكرة تمريرة جانبية فرصة ممتازة بالراس ترجع مباشرة للزاوية زاوية لصالح فريق شباب ريف الحسيمي. الركنيات موجودة الركنية الرابعة منذ انطلاقة المقابلة قبل ثلاث ركنيات فقط للوداد. كرة ملعوبة داخل منطقة العملية فرصة تعود من جديد فابريس أمامية في اتجاه مالك كيفونا مالك كيفونا ينطلق سبق الكرة بعض الشيء مالك كيفونا يعود يحصل على كرته ولكن ممتاز ثبات سعيد الزيدي ممتاز العشرة لم تدفع في هذه المحاولة لاعب وداد السابق
كرة من جديد أمامية ولكن مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. 55 دقيقة 10 دقائق على بداية الجولة الثانية والنتيجة تظل سلبية 0 مقابل 0. قلت تعود بنا إلى سنة 2012 نبيل أمغار مكان الأخ ديالو عماد أمغار غالب الظن. جوج ديال الإخوان واحد يدخل واحد يخرج. وعماد اليوم ما كانش في يومه صراحة، لاعب مهم ومهم جدا، وهذه قطعة من القطع المهمة في تشكيلة فريق شباب ريف الحسيم. ونبيل لاعب آخر بمعنويات أخرى بدفعة أخرى، عنده مهارة فنية جيدة، وبالتالي في مقابلة تشاهد جوج ديال الإخوان واحد يغادر والأخ ديالو يدخل، يعني نوعا ما فيها حوار حتى لما كانش فرقة الملعب يكون عائل، يعني هذه من باب المزحة فقط. نرجع مشاهدي الكرام ونكملوا أطوار هذه المقابلة رفقة الوداد وأيضا فريق شباب ريف الحسيم. كرة ملعوبة في خط الدفاع، أنس الأصبحي. أنس الأصبحي، سعيد فتاح، أنس الأصبحي، وليد الكرتي، رجعت صابر الغنجاوي، كرة ملعوبة لسعيد الزيدي. الزيدي تمريرة ما كانتش بشكل مطلوب، ممتاز فتح، سعيد فتح حملة ممتازة من جانب فريق الوداد في اتجاه بكاري كوني، ينطلق بكاري كوني فرصة تمرير داخل منطقة العملية تنزل بالراس تاهي، ولكن هنالك تغطية من جانب الدفاع. رجعت من جديد هذه المرة من جانب شباب ريف الحسيم، هجمة مرتدة مضادة، فرصة الانطلاقة من الجهة اليمنى، محاولة واضح نبيل الولجي. نبيل الولجي دخل تدخل قوي بطاقة صفراء أكيد. شوف 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 التدخل نوعا ما صعب بهذه الطريقة، نتمنوا ما تكونش إصابة مؤثرة. ونبيل الولجي قام بكل ما يمكن لإيقاف هذه الحملة أمام أسامة الحلف. حسن حظ أنها لم تكن مؤثرة. نبيل الولجي على الصورة، اللاعبين الشبان، نتحدث عن نبيل الولجي صاحب الاختصاص صح التعبير في الضربات الحرة، وخير دليل على ذلك مقابلة الفريق شباب ريف أو فريق نهضة البركانية والوداد الرياضي. ونذكر بأنه لعب سابقا في صفوف فريق النادي المكناسي نبيل الولجي. كرة من جديد ملعوبة اتجاه عمر ديوب. عمر ديوب حملة هجومية الآن من جانب فريق شباب ريف الحسين. عبد الرحيم مقران ينزل كورته بشكل ممتاز. عبد الرحيم مقران تمريرة كان يقول فيها تسلل، كان ميليمتري ام كان واضح لانه الحكم كان قريب، لاعبين امامه تابعوا اللقطه تابعوا اللقطه. هذه من الصعب لكن واضح كان تقدم لسنتيمترات قليله. عبد الصمد المباركي يبحث عن الانطلاقه الهجوميه، تراجع اخر مطاف. وليد الكرتي ينطلق في خط الوسط، لاعبين في خط الوسط بشكل كبير، لاعبين في خط الوسط بشكل كبير، روح مباراة كرة القدم خط الوسط. تمريرة ممتازة والحارس يونس الرميلي. يقولون من يمسك زمام المقابلة هو الفريق الذي يكون صاحب يعني الحضور القوي في خط الوسط. بالتالي خط الوسط مهم مهم جدا. كرة ملعوبة من جديد، نبيل أمغار تمريرة داخل منطقة العمليات لكن هنالك تغطية. تغطية كانت جيدة من أمين عطوشي. رجعت من جديد حملة مرتدة. باكاري كوني، كرة اتجاه سعيد فتاح ممتازة. أمين عطوشي، فتاح قطعت الكرة، رجعت هجمة مرتدة مضادة. عبد الصمد المباركي في خط الوسط يبحث عن الانطلاقة الهجومية، ياخذ الامتياز من خلال إشارة الحكم لأنه كان مضايق. رجعت الكرة من جديد هذه المرة نبيل أمغار، هذه محاولة اتجاه أسامة الحلفي يخرج الكرة ديالو صوب التماس تضامنا وأيضا فسح المجال للاعب فريق الوداد الرياضي. سعيد فتاح مش انه
يتلقى العلاج. نشاهدوا اللقطة. التدخل من كريم اليوسفي. نعم مجموعة من اللاعبين الوداديين دركة الاحتياط لك بالإحماد واصي زكريا. مجموعة من اللاعبين لن يستمر التباري مشاهدي الكرام وتستمر نيدية هذه المقابلة، لكن تغيب الهدف وتغيب متعة هز الشباك. عمر ديوب كرة أمامية في اتجاه نبيل أمغار ينزل كورته بشكل ممتاز. نبيل تمريرة ممتازة للجهة الفارقة تماما. أسامة الحلفي حافظ على كورته. أسامة الحلفي اختار كرة أمامية في اتجاه نبيل. كرة أمامية ينزل كورته نبيل ولكن الحكم يتدخل معلنا عن التسلل. مسيرة التسلل التي اختار نهجها فريق الوداد الرياضي في مقابلة اليوم كانت عديدة ولكن كان تسلل بالفعل. شوف هذه اللقطة تؤكد أنه كان تسلل. كان صائب قرار الحكم المساعد في هذه اللقطة بالذات. كرة من جديد أيوب الخليقي. أيوب الخليقي أمين عطوشي زيدي كريم اليوسفي زيدي اتجاه عبد الصمد المباركي. كرة أمامية صوب الحارس عقيد رجع الكرة للولجي. ولجي الكرتي هذا عطوشي. عطوشي لسعيد فتاح. تماس او خطا يقول الحكم لبكاري كوني لكن فدى الكره بشكل سريع. سعيد فتاح. سعيد فتاح يبحث عن التمرير الجانبي ولكن هنالك تغطيه واضحه بشكل جيد من جانب الدفاع. زاويه اذا يقول الحكم لصالح فريق الوداد الرياضي الزاويه الرابعه للوداد منذ انطلاقه هذه المقابله. هذا المرة من الجهة اليمنى الحارس ينصر ميلي تنفذ داخل منطقة العملية. فرصة ممتازة خطيرة مشات للجهة اليسرى. الحكم يتدخل يقول ضربة مرمى كانت محاولة ممتازة داخل منطقة العمليات. محاولة ممتازة داخل منطقة العمليات ولكن لم تقدم أي جديد. الاستثمار الحقيقي لمجموعة من المقابلات مازال ما شاهدناش. كرة ملعوبة في خط الوسط. الحكم يقول مخالفة لصالح فريق الشباب ريف الحسيمي. تلعبات عبد الصمد المباركي ممتازة في التمرير. نبيل أمغار يبحث عن كرة داخل منطقة العمليات. كرة ملعوبة. أيوب الخالقي يحاول بعد الكرة. وليد الكرتي نزل كورته. لاعبين مقابلة بشكل تكتيكي كبير. خلينش الفرجة تبان. ما عطيناش فرصة باش نشاهدوا فرجة. كل فريق حذر. ذكر بأنه منافسات الدوري الوطني المغربي ستستمر مشاهدي الكرام غدا إن شاء الله. وإذا بعد هذه المباراة تاليف المباريات لا زالت مستمرة. طبعا لا بأس أن نذكر بأنه فريق الشمعية الرياضية السلوي وداد الرياضي الفاسي في مقابلة أسفل الترتيب. نتيجة ظلت سلبية بين الطرفين معا. بما مباراة الوداد وشباب ريف الحسيمي مستمرة في هذه اللحظات بنتيجة سلبية أيضا بعد مباراة فريق المغرب الرياضي الفاسي أولمبيك أسفي. مقابلة قوية وقوية جدا. كاين تغيير في صفوف فريق شباب ريف الحسيمي. مقران يغادر أرضية الملعب ويفسح المجال لفريد الطلحاوي من أجل المشاركة رفقة زملائه. غدا ان شاء الله المغرب او النادي القنيطري المغرب التطواني كوكب ريال مراكش الرجاء الرياضي فتح الرياضي الرباطي اولمبيك خريبكا. كلها مقابلات قويه وتعد بالفرجه. كره ملعوبه رجعت من جديد لصالح فريق شباب ريف الحسيمي.
صراحة كنت أحبت مقابلة متحركة فيها أهداف فيها فرشة بشكل أكبر، ولكن مباراتنا في هذا اليوم يبدو أنها عقيبة من الناحية التهديفية. خطأ يقول الحكم لصالح فريق الوداد الرياضي. باكاري كوني باكاري سعيد فتح سعيد فتح كرة أمامية بالراس والحارس ينصر ميري في المكان المناسب. رجعت من جديد يوسفي جاز افتشاء زيدي خلف نبيل مغار غنجاوي صابر لاعبين مترابطات حافظين على الكرات لاعبين فريق شباب ريف الحسيمي شادو باركي كرة أمامية فرصة حاولت الاعتماد على اللاعب نبيل مغار لأنه طويل على مستوى القامة وأيضا اللاعب اللي سريع وياما سجل أهداف وحرر مجموعة من المباريات من العقم التهديفي. رجعت الكرة باكاريكوني أمامية أصبح للكرتي من الكرتي في اتجاه باكاريكوني كرتي وليد كرة أمامية فقط للحارس إذن تستمر هذه المنافسة بنتيجة سلبية بين الطرفين معا في غياب الأهداف الحقيقية وفي حضور فقط المحاولات السانحة للتهديف فقط في هذه المنافسة. كرة أمامية ملعوبة فرصة ممتازة خطيرة لقطة المقابلة صراحة وهدف اللي كان بإمكانه أنه يكون تغيير في النتيجة من نبيل ومغار. طريقة التمرير مشات الكرة بشكل جميل داخل منطقة العمليات التمرير ثم إتمام العملية كان وجها لوجه أمام الحارس وبرافو عقيد محمد عقيد اللي صد كرة أكيد أنها كانت لقطة المقابلة بامتياز. تغيير في صفوف فريق الوداد الرياضي حواسي يدخل مكان مالك كيفونا عبد الصمد المباركي يرفع الكرة داخل منطقة العملية فرصة رجعت من جديد لصالح عناصر فريق شباب ريف الحسيمي خطيرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة. الإنذارات تتوالى من نفس اللاعب نبيل ومغار تتوالى إنذارات فريق شباب الريف الحسيمي برداءه الأصفر اليوم وينذر أكثر من مرة مرمى الحارس محمد عقيد. شوف الكرة مرت أمام وفوق العارضة عارضة الحارس الودادي محمد عقيد بسنتيمترات قليلة. كرة من جديد للوداد من الجهة اليمنى يبحثون عن المرور يبحثون عن المراوغة عن المنفذ عن الثغرة ويبدو أن هذه المنافذ كلها غير موجودة في هذه المقابلة. كرة ملعوبة من جديد لصالح عبد الصمد المباركي محاولة المراوغة خطأ يقول الحكم. كرة لصالح شباب ريف الحسيمي جوج من لاعبيه ساقطين على أرضية الملعب شادوا الطريقة كوروما فاتوكوما وتمريرة بالمقص بطريقة رائعة جدا وإنهاء للعملية من جانب نبيل أمغار مع تصدي رائع لمحمد عقيد اللي بين اليوم على أنه من الحراس الجيدين وصد مع بداية المقابلة من يتذكر من الجمهور الكريم محاولة ولا أحلى ولا أروع والآن يؤكد على أنه أيضا مستيقظ
ويتابع عن كثب ما يحدث في اللقاء، لأنه بعض الحراس في بعض اللحظات تأتي فترة يعني يغيب عن المقابلة، ويا ما تسجلوا أهداف بطريقة مباغتة. محمد عقيد اليوم بين على أنه حاضر بقوة. كرة من جديد ملعوبة الحواصف، أول لمساته أول محاولاته مراوغاته ضاعت منه الكرة أمام خبرة أيضا كوروما فاتوكوما. صابر الغنجاوي الموزع الدينامو المحوري، ارتكاز هام نبيل أمغار، كرة أمامية ما مشاتش بالطريقة المطلوبة. حواصي وليد الكرتي ينطلق، وليد يراوغ، وليد ضاعت منه الكرة، رجعت من جديد لعناصر فريق شباب الريف الحسين. الوقت اللي عبد الصمد المباركي كان واقف تماما ان كي ياخذ الكره، كيحاول ينطلق من الجهه اليمنى، ينفرد يبحث عن المرور امامه نبيل، نبيل الولجي يمر يمر يمر، ممتاز عبد الصمد، كره ملعوبه بالراس، محاوله للخلاص لكن هنالك تغطيه من الدفاع الودادي، رجعت لسعيد فتاح. يلا الشباب رفعوا المقابله، رفعوا ايقاع المقابله، خلوا الجمهور يستمتع عبر القناه الرياضيه. نتابعوا هذه المحاوله من جانب فابريس انجيسي وانضم بعد خروج ملك ايفونا، كيف سيكون الخط الهجومي من جانب فريق الوداد الرياضي. كره ملعوبه رجعت من جديد هذه المره لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. التحضير محاوله البناء للحملات الهجوميه. نذكر بانه عماد أمغار غادر رقعة الملعب ودخل مكانه نبيل أمغار، وفؤاد الطرحاوي دخل مكان عبد الرحيم مقران. هذه اذا هي التغييرات اللي كانت من جانب فريق شباب الريف الحسيمي، جوج ديال التغييرات في انتظار، هل سيكون تغيير ثالث؟ الوقت اللي احد اللاعبين سقط على ارضيه الملعب، ونشاهدوا طريقه المرور، وهنا التحدي اللي غادي يجي في هذه اللقطه بالذات. شوف هنا كان تحدي بين عبد الصمد المباركي وبين نبيل الولجي، مباغته من اجل الانسلال، ثم بعدها شوف هنا اللقطه مباغته كانت والانسلال، ثم تمريره جانبيه داخل منطقه العمليات، وبعدها كانت التغطيه بهذه الطريقه، وبالتالي يعني سقط على ارضيه ملعب لاعب فريق شباب الريف الحسيمي فؤاد الطلحاوي. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام نتابع اللحظات الحاسمة من عمر هذه المقابلة، 18 دقيقة متبقية وبعد سيصدر الستار على نهاية هذه المقابلة الهامة بين الوداد وشباب الريف الحسيمي. لا غالب ولا مغلوب في النتيجة المسجلة حتى هذه اللحظة، في انتظار أن تتحسن الصورة ويدخل هذا الشباب أيضا ياسين لك حل القادمة تطوان. أكيد أن المنافسة ستستمر. كرة ملعوبة من جديد، تحضير من جانب نبيل، كرة ملعوبة أمامية مباشرة لخارج أرضية. هذه محاولة من المحاولات القليلة. تصويبة من جانب نبيل الولجي، مشات الكرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، ولكن نبهنا لأمر أكيد أنه غاب في المقابلة بشكل كبير اللي هو التصويبات عن بعد، ما كانش بالشكل المطلوب. يعني في آخر الحلول اللي ممكن يعني توجدها في عالم كرة القدم هو التصويب عن بعد، تختبر قدرات الحراس عن بعد، لما لا؟ فاليوم ما كانش بشكل الواضح. عموما كرة ملعوبة من جديد الجهة اليمنى، عبد الصمد المباركي، عبد الصمد المباركي من الجهة اليمنى يبحث عن المنفذ، كرة ملعوبة ممتازة داخل منطقة العمليات بالراس، ممتازة ولكن مباشرة إلى خارج أرضية ملعب أسامة الحلفي. أسامة الحلفي من الجهة اليسرى، كرة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، نشاهدوا الطريقة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. رجعت الكرة من جديد، محاولة هجومية من جانب فريق الوداد الرياضي، ضاغطين لاعبين الوداد. شوف آخر لاعب مدافع في دائرة المنتصف، ولكن ما بينش الضغط بشكل كبير. كرة رجعت من جديد لعبد الصمد المباركي، هذه نجمة مرتدة مضادة، شوف المساحات الفارغة، كرة ملعوبة ولكن لمسات لاعب أمير عطوشي صوب الحارس.
كرة أمامية اتجاه حواصي، حواصي عمر ديوب، حواصي يستلم، ممتاز سعيد فتاح، حواصي مرور ممتاز، مرور ممتاز بطريقة رائعة، حواصي القنطرة الصغيرة، سعيد فتاح، كرة من أنس الأصبحي، رجعت عنده أسامة الحلفي، هجمة مرتدة مضادة الآن من كوروما، فاتوكوما اللي كيحاول ينطلق، تمريرة ممتازة في الخط الأمامي، كرة ممتازة من جديد، نبيل ينطلق، نبيل ذا التمرير، فرصة ممتازة ولكن في الشباك الخارجية، بالوقت اللي كان هنالك غضب يستفيد من جانب عبد الصمد المباركي، كنت أعتقد أنه نبيل أمغار لكن هو أسامة الحلفي، متقاربين في الشكل المورفولوجي، وشاهدونا محاولة وتصويبة إلى خارج وفي الشباك الخارجية، كان بإمكانه التمرير لكن كان مضايق أيضا، هنا فريد الطلحاوي يظهر في الصورة، يسير لك حل مكان وليد الكرتي، هذا هو التغيير الذي ظهر منذ لحظات. مشاهدينا الكرام يبدو أننا نقترب أكثر فأكثر من اللحظات الحاسمة من عمر هذه المقابلة، أقل من 14 دقيقة والنتيجة سلبية بين الطرفين، قلت ما توقعش بأنها تكون مقابلة صفر مقابل صفر، لا أتوقع بتاتا أنها مقابلة صفر مقابل صفر، ولكن كيف سيأتي الهدف؟ خطأ ربما، تصويب عن بعد ربما، ضربة جزاء ربما، كاين تغيير، هذا هو المفيد الآن، أسامة الحلفي يغادر رقعة الملعب، أسامة الحلفي يغادر رقعة الملعب تاركا مكانه لمحمد الطائري. أسامة الحلفي مجموعة من المحاولات أتيحت له لم يتمكن من الاستفادة منها، آخر محاولة كانت في الشباك الخارجية وقدم عرضا طيبا في مقابلة اليوم يستحق الإشادة. أكيد أن الجماهير شباب الريف الحسيم المتابعة مختلف المناطق ليس فقط في المدينة الحسيمة، يعني إمزور نزمور بوعياش وغيرها، حتى الناظور، مادام أنه امتداد هذا النادي فهو يمثل المنطقة ككل، فالأكيد أن الجماهير تتابع عن كتب وتواكب المقابلة وبعد كل مباراة، والجميل وأن هناك جماهير تنقط أداء كل لاعب على حدة، هي جماهير متابعة لكرة القدم، ولو أن تنقيطها ليس بالرسمي وليس بالمعتمد، ولكن كاين حب للفريق، كاين متابعة للنادي، بالتالي تحية لكل الجماهير أينما كانت على متابعتها الشيقة للدوري الوطني المغربي. سعيد الزيدي بطاقة صفراء، ضربة خطأ لعناصر فريق الوداد هي الأخطر حتى هذه اللحظة، لماذا؟ لأن الوقت يمضي، هل ستقدم جديد؟ ضربة خطأ، باكاري كوري، كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات لكن هنالك تغطية من جانب كوروما، فاتوكوما أنس الأصبحي، تحضير الآن من جانب ياسين الحال، تمريرة جانبية هذه المرة للجهة اليسرى في اتجاه باكاري كوري، باكاري كوري أمامية، سعيد فتاح في التمرير، كرة ملعوبة ممتازة بالراس خطيرة، جول جول للوداد، يشعلها فابريس انجيسي اونداما، ما قلت على انها ليست مقابله صفر مقابل صفر، ماشي مباراه الاصفار، 1-0 فابريس انجيسي اونداما بالراس، ياتي بالخلاص، ينهي هذا الحوار القوي بيده الراسيه الممتازه والبديعه، ويضع الكره في الشباك امام يمكن نقول شروط ذهني لدفاع فريق شباب الريف الحسيمي، طريقه جميله راسيه ممتازه والهدف الاول. شادو كرة لعبات بشكل ممتاز في الوالة الأولى، يأتي بعد ذلك سعيد فتاح في التمرير، وأحلى راس من جانب فابريس انجيسي اونداما، يضع الكرة في الشباك، وينو الرمالي اللي ما كانش في المكان المناسب، وجد كان تابع الكرة فقط بالعين، بالعين المجردة، هذه تمريرة بالمقص كما قلت لأحلى راس، وهدف أول يعلنه من خلال او يعلنه ايضا فابريس انجيسي اونداما. 1-0 1-0 ردة فعل شباب ريف الحسيمي خاصها تكون في اقل من 10 دقائق، و10 دقائق اكيد انها ضغط
ممكن شاهدوا الوداد يتراجع على الخلف ويدافع على الهدف، وممكن شاهدوا شباب ريف الحسيمي ياتي برده الفعل ويسجل هدف التعادل في اي لحظه. قلت انه تنقص نقطه ونقطتين لضمان البقاء بشكل رسمي بالقسم الوطني الاول، لان هذه مساله حسابات، مساله نقاط، مساله ارقام، حساب كم تتبقى من المباريات وايضا كم تتحصل من النقاط. نتابعوا هذه الكره من الجهه اليسرى، محاوله، فرصه رجعت من جديد عبد الصمد المباركي، رده الفعل، تصويبه ممتازه. هذه هي المباراه، هذه هي المقابله، هذا الشيء اللي نبغيو نشاهدوه في المقابله. عبد الصمد المباركي لن يهدى له بال، وهذه تصويبه ممتازه ورائعه. ومحمد عقيل، محمد عقيل في المكان المناسب، كره في الزاويه من جديد الراسيه، عمر ديوب في الحارس في المكان المناسب، عمر ديوب براسيه ممتازه والحارس في المكان المناسب. ونشاهدوا يعني قام بكل شيء عند الصمد المباركي، ولكن الحارس فطن لهذه التصويبه وتمكن من ابعادها وابعاد الخطوره صوب الزاويه. وبعد ايضا جات الزاويه وجات الراسيه، رده الفعل حاضر من جانب شباب ريف الحسيمي، ولكن هل سيكون هنالك هدف؟ الوداد الان محقق على الاقل التقدم. شاهدونا نبيل مغار ينزل كورتو، تمريره للجهه اليسرى، محاوله من جانب صبر الغنجاوي لعبد الصمد المباركي، تمريره ممتازه اماميه، راسيه من جانب العطوشي، عطوشي لكوروما فاتوكوما، مشات من جديد لايوب الخارقي، ايوب الخارقي رجع الكره للخلف، فابريس انجيسون انضم ينفلت يبحث فقط عن لقطه الانفلات المرور. هنا كره من جديد لشباب ريف الحسيمي، ايوب الخارقي في الاستلام يرجع الكره بكل هدوء، يبحث فقط عن اللحظات الحاسمه، عن اللحظات المهمه التي يعلن من خلالها حكم المقابله على نهايه اللقاء والظفر بهذه المقابله وبثلاث نقاط. هذه المقابله هجمه مرتده مضاده من جديد، فابريس ينطلق في اتجاه باكاري، باكاري كوني للجهه اليسرى في اتجاه من؟ باتجاه ياسين الكحل، مشات عند نبيل مغار يحصل على مخالفه والحكم يقول مخالفه، نبذات الكره بشكل سريع، ارتفع الايقاع وارتفع رتم هذه المقابله وهذا ما نريد. كرة من الجهة اليسرى، محاولة من عبد الصمد المباركي بمهاراته بفنياته بتمريراته، كرة ممتازة خطيرة. هذه أيضا من أخطر المحاولات، صابر الغنجاوي، صابر الغنجاوي، شوف التمرير، شوف التمرير، طريقة ممتازة. وصابر الغنجاوي بضربة أمامية كانت موفقة قريبة جدا من القائم الأيمن للحارس محمد عقيل. هذه المقابلة وهذه متعة وسحر، وسحر متابعة مباريات كرة القدم. أكيد انتظرنا كثيرا، والعشر دقائق الأخيرة هي التي حملت الفرجة بكل تأكيد. كرة من جديد من بكر يكوني بالكعب، ما كانش موافقة، سعيد الزيدي يستخلص، رجعت من جديد عند من؟ عند كريم اليوسفي. تحضير الحكم يقول مخالفة لعناصر فريق شباب ريف الحسيمي، أصبحوا أكثر سرعة في تنفيذ الكرات في الأخطاء والمحاولات. رجعت من جديد الكرة لكوروما فاتوكوما، عبد الصمد المباركي اللاعب المشاغب المحاول للقيام بحملة هجومية ممتازة، كرة أمامية، فرصة داخل منطقة العمليات، الحارس في المكان المناسب. ماذا يقول الحكم؟ ليس هناك شيء أمام التدخل من جانب محمد عقيل. نقول برافو، برافو لمحمد عقيل في مقابلة اليوم، حارس أثبت على أنه قادم لا محالة ومن بين الحراس الكبار في الدوري الوطني المغربي، لأن تصدياته اليوم تصديات حارس صراحة كبير. حواصي رجع الكرة للخلف، وحينما نتحدث عن محمد عقيل فالأكيد أننا نتحدث عن 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 حارس سابق في فريق الجمعية الريادية السلوية الذي انتقل صوب فريق الوداد الرياضي. كرة ملعوبة من جديد، كاين خطأ، مواكبة ومتابعة لتفاصيل هذه المنافسة، القوة والندية، الإثارة والشخصية، إنهاء المقابلة وضمان الرهان في ثلاث نقاط. مصطفى شهيد يحاور ساعته، وتأمل أكيد، تأمل أكيد لدقائق وعقارب هذه الساعة في انتظار أن يستمع لصفرة الخلاص المنهية لمباراة اليوم. شباب ريف الحسيمي يبحثون لاستغلال كل ثانية، ربما سيتم التخلص من خط الوسط والاعتماد على الكرة البينية الأمامية. كرة ملعوبة، كوروما فاتوكوما ينطلق من الجهة اليسرى يبحث عن المرور، كوروما فاتوكوما
اخر مطاف التماس ونفذ التماس في اتجاه عبد الصمد المباركي. عبد الصمد المباركي مراوغاته تمريراته كل شيء حاسم. سعيد الزيدي كره ملعوبه داخل منطقه العمليات. كاين التمرير ولكن ما كاينش الفعاليه، ما كاينش الاستقبال بالشكل المناسب، وما كاينش التمريره بالمقاس. كره ملعوبه من حواصي خط الامامي. ها هو جوج ديال اللاعبين في اخر مطاف ضاعت منه الكره امام تدخل ممتاز للفخوري لاعب سابق ايضا في الجمعيه الرياضيه السلويه. كره من جديد ملعوبه في خط الوسط. عبد الصمد المباركي تمرير تحضير بالراس رجعت لعبد الصمد المباركي. نبيل امغار صوب التماس. باكاري كوني سعيد الزيدي عمر ديوب صابر غنجاوي عبد الصمد المباركي. عبد الصمد المباركي كره اماميه ولكن هنالك تسلل يقول الحكم. تسلل يقول الحكم لصالح فريق الوداد. مسيرة التسلل سيف ذو حدين خاصة في هذه اللحظات الأخيرة. 4 دقائق أو أقل من ذلك. 4 دقائق ينتهي الوقت القانوني. شباب الريف الحسيمي الآن يبحث عن طريقة لتسجيل هدف التعادل. إذا زاوية لصالح فريق الوداد الرياضي. ياسر كحالي يستعد للتنفيذ. 1-0 للوداد. آخر نتيجة 1-0 لصالح الوداد كانت في الأحد 3 مارس من سنة 2013. الوداد حينها تمكن من الفوز بهدف وحيد في المقابلة، هدف بوبلي أندرسون كما قلت سابقا بمدينة الحسيمة. نتابع هذه الكرة فرصة ممتازة خطيرة. محاولة جميلة ورائعة ولكن لم يستغل مهاجمو فريق الوداد. ضاعت بغرابة. كانت المرمى فارغة تماما. رجعت من جديد كرة لصالح فريق الوداد الرياضي. عطوشي سعيد فتاح ملعوبة من الجهة اليمنى. هذه محاولة من جانب من باكاري كوني. التمريرة كانت بشكل ممتاز. حواصي باكاري كوني كرة من جديد داخل منطقة العمليات. أيوب الخالقي سلكورتو آخر مطاف ضاعت. تمريرة من جديد و الأقرب والحارس يونس رميلي. الوقت يضيع ويمضي بشكل سريع. حاولت من جانب فريق شباب الريف الحسيمي. نجل يسرى محاولة. أحد لاعبي فريق الوداد سقط على أرضية الملعب. كرة أمامية تحضير. اخر مطاف كيدخل الحكم ليعلن توقف المقابله ريثما يتم اسعاف. اعتقد انه ايوب الخالقي. تابعونا اللقطه اللي كانت بالامكان صراحه كان بالامكان تسجيل هدف. تدخل الحارس وحواصي وايوب الخالقي وجها لوجه وجها لوجه امام مرمى فارغه. اذا مباراه اياب الموسم الماضي تشابه مباراه اياب هذا الموسم وتقريبا في نفس التوقيت. وهذه لقطة الهدف كيف كنتابعوا محاولة اللي كانت بشكل جيد داخل منطقة العمليات ثم رأسية ممتازة بديعة في شباك فريق شباب الريف الحسيمي من مختلف الزوايا. ذكر جمهور الكريم أن الوداد مباراة المقبلة ستكون ضد فريق الجيش الملكي بالدوري الوطني المغربي، ثم بعدها سيستقبل وداد فاس
ثم سيرحل صوب مدينة سلة لملاقاة الجمعية الرياضية السلوية على أن يستقبل في آخر مقابلة له بالدوري الوطني المغربي فريق الدفاع الحسني الجديد. 5 دقائق يضيف الحكم كوقت بدل ضائع. فريق شباب ريف الحسيمي صحيح أنه متأخر بهدف واحد مقابل شيء في هذه المقابلة. تبعد المحاولة، فرصة من الجهة اليمنى، تمريرة داخل منطقة العملية لكن هنالك تغطية. شباب ريف الحسيمي سيستقبل في مقابلتين 32 داخل قواعده فريق حسن تقدير، ثم الفتح الرياضي الرباطي، ثم يغادر صوب مدينة مراكش لملاقاة الكوكب الرياضي المراكشي وصوب مدينة فاس لملاقاة المغرب الرياضي الفاسي. كرة أمامية داخل منطقة العمليات، تحضير بالراس عمر ديوب، خطأ يقول الحكم. 5 دقائق لإضافة الحكم كوقت بدل ضائع، أعتقد أنها ستكون 5 دقائق على صفيح أو على صفيح ساخن. تبعد المحاولة من الجهة اليسرى، كرة مباشرة في التماس. إذن شباب ريف الحسيمي كما قلت سيستقبل في مقابلة 32 حسن تقادير والفتح الرياضي الرباطي، ثم سيرحل صوب مدينة مراكش وصوب مدينة فاس لملاقاة المغرب الرياضي الفاسي. إذن كنقول بأنه مقابلة ديال اليوم تسير لتنتهي. كيف كنتابعوا هذه المحاولة؟ كانت جميلة على مستوى التمويه وأيضا على مستوى المراوغة، جوج ديال المرات من صابر الغرجاوي. فريق الوداد اليوم يحقق نتيجة إيجابية وحتى هذه اللحظة يبدو أنه يسير للظفر بهذه المقابلة وبـ3 نقاط في هذه المقابلة، وفي حالة انتصاره سيعزز رصيده بـ3 نقاط لتصبح النقاط 38 نقطة. 38 نقطة ستضمن له البقاء في المركز الخامس حتى إشعار لاحق، فيما فريق شباب ريف الحسيمي سيتجمد رصيده بـ31 نقطة في انتظار إجراء باقي المقابلات الأخرى. في حالة تسجيل هدف التعادل فشباب ريف الحسيمي سيرتقي درجة واحدة. كرة ملعوبة، محاولة يسير الحال. كرة تلعبات من جديد. لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. أمامية في اتجاه نبيل عمار. كوروما فاتوكوما آخر لحظات بن عمر هذه المقابلة. فرصة أمامية، تحضير، تصويبة ممتازة خطيرة. فرصة من جديد. فرصة من جديد على الطاير. على الطاير تصويبة من الزيدي. كانت تصويبة قوية والحارس اليوم محمد عقيد برافو برافو برافو، أكد على أنه من الحراس الكبار صراحة، لأنه هو الحارس اللي وقف سد المانع أمام كل محاولات فريق شباب ريف الحسين. يعني شاهدنا العديد من المحاولات ومحمد عقيد حارس مرمى فريق الوداد وقف أمامها مستعسدا وبقوة. كرة أمامية، محاولة من جديد صبر الغنجاوي، أمامية في اتجاه نبيل عمار بالراس. كرات العالية أكيد للاعبين أصحاب القامة الطويلة. رجعت الكرة، هنا تحضير من جانب من عمر ديوب. أين الحل؟ أين المنفذ؟ أين الطريق المعبد نحو المرمى؟ كرة أمامية في آخر مطاف يتدخل الحكم يعلن خطأ لصالح فريق شباب ريف الحسيمي. تلعبات الكرة بشكل سريع في الوقت اللي عبد الصمد المباركي حاول يراوغ. يمضي سريعا آخر اللمسات، هذه محاولة من كرة فاتوكوما، تمريرة جانبية، فرصة ممتازة والحارس عقيد يبعد الخطورة. رجعات من جديد عمر ديوب، ضاعت منه الكره، هجمه كره مرتده مضاده من جانب حواسي. حواسي يبحث عن تمريره اماميه باتجاه باكاري كوني،
التصويب جول ثاني. خلاص 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 انتقموا من مباراة الذهاب. الوداد يسجل ثاني أهدافه، الوداد يسجل ثاني أهدافه، ومباراة الذهاب التي انتهت بهدفين مقابل شيء كان الثارون بمدينة الدار البيضاء في آخر أنفاس اللقاء، في آخر أنفاس اللقاء لعبت بهذه الطريقة أمام اندفاع كان كبير وكبير من شباب الريف الحصين. في آخر المطاف تصويبة من جانب فابريس، فابريس انجيسون دابا يتمكن من وضع الكرة في الشباك. تابعونا الحواسي اللي ما كانش من اللاعبين الأنانيين وقام تمريرة، وفي آخر المطاف جات التصويبة بشكل ممتاز ورائع من جانب فابريس اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك، وبالتالي أعلن على نهاية اللقاء بهدف كان جميلا وقويا. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم على نهاية هذه المقابلة بالنتيجة المرسومة هدفين مقابل شيء. انتصار كان قويا من جانب فريق الوداد الرياضي، ولكن أداء أيضا يحترم لشباب الريف الحسيمي الذي يبقى من خيرة الأندية الوطنية. مشاهدي الكرام هذه أقوى اللحظات. شوف شباب الريف الحسيمي واجه من؟ واجه حارس عتيد اسمه عقيد، وهذه طريقة على الطير، أحسن تصويبة. سي ريف sa volonté, son avenir. Le talent, nous, on y croit. Main dans la main pour les victoires de demain. Afrika, Al-Irtiya, Roussaeb. Tmettab Korat Kadam, ma Gillette Bleu 3. مباريات الجولة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية مباشرة على قناة الرياضية. المغرب الفاسي أولمبيك آسفي، موعد مثير عن الجولة تتابعونه يوم السبت في 8 ليلا على قناة الرياضية. أحباب مشاهدين الكرام ديال الرياضية اللي كيتابعوا معنا هذا الحفل ديال تسليم الجوائز ديال أحسن رياضيين. الحفل السنوي مارس دور في نسخته الثانية على قناة الرياضية. On se retourne vers la famille dans les moments difficiles. الحفل يتوج أفضل مدرب وطني، أفضل لاعب، إضافة إلى أفضل شخصية للسنة. فائز بإحضار أحسن رياضي.